سماكة سماكة الجدران كافية، ما عندك خوف من الثرست. وإذا في لود جاي من الجهة الثانية، مثلا أنت لما تبني فولت إله جدارين ساندين، فقوة الرفس أو الثرست عم يرمي مايل، فلما تحط له فولت من هون ومن هون بصيروا مثلا ثلاثة. الجدار اللي في الوسط كل واحد جاي عليه ثرست معاكس للثاني، فبتصير محصلة القوة فيرتيكال بتنزل بالجدار. فلو كان حتى سماكته رقيقة الجدار أخف من الجدران الخارجية بيشتغل. وبالنهاية تطلع عشان تطلع القوة زيرو صح؟ لا مش عشان ما تكون مايلة، لأنه هي كل ما محصلة القوة صارت مايلة كل ما أنت صرت محتاج ل ثيكنس أكثر للجدار. لأن هذا النظام بعرفش إذا بتعرف المهندس عكرمة غرايبة نعم معروف. اللي بيتعامل بالحجر الطبيعي كمان نعم هذا النظام. بالنتيجة عن نتيجة تحشير القطع الحجرية اللي بنستخدمها زي اللي لما بنبني الحجر العادي بنستخدم السفينة الخشبية، هو نعم بيستخدم السفينة الحجرية، بالمحصلة بتطلع قوة الضغط أو الشد العكسي للحجر بصير زيرو بالنهاية، حتى ما يصيرش وزن على التربة لأنه هو ما بيستخدم الحديد. نعم ما هو هاي الشغل اللي انا عم بشتغله كله بدون حديد. انت لما بدك تروح تراديشنال، يعني لو تشوفي هاي الفيديو باش مهندس اللي هون، نعم انت قدرت الكنترول. هذا مثلا انا بنيت اربع اقواس تحت، وبعدين بدي احول الغرفة المربع لقبة، فاول مرحلة بدك تحولها لمثمن، فبتبني السكوينشز على الاطراف، وهون شبابيك علوية. احنا مثلا هلأ هون على ارتفاع 5 متر الأقواس تحتي، فعم بتساوي الدرم اللي هو الانتقال من شكل المربع على البلان لشكل المثمن وفوقه شكل الستاش، عشان تقدر تساوي أول كورس بالدوم. فهاي اللي بيسموها دوم اون سكوينشز، عندك السكوينشز على الأطراف هون. أكبر لك الشاشة؟ نعم شكرا. لا أتصور في ديلي هو بس بالفيديو، آه. يعني مش سهل موضوع الفيديو، بس هي الفكرة إنه أنت دائما عم نستعمل بس الحجر، والبرنسبل بتاع الفيزيكال أو الناتشرال فورسز تدوب وتنزل على الأعمدة. يعني بنهاية المطاف عندك 4 أعمدة حاملين 4 أقواس، والأقواس حاملين السكوينشز، السكوينشز حامل الدرم اللي هو 16 ضلع، وبعدين بنيت القبة. فكل الأوزان عندك عم بتدوب وبتنزل للـ4 أعمدة اللي هم عم بنقلوا اللود. زي فكرة يعني ريبت فولت ولا؟ لا هذا اسمها دوم اون سكوينشز، انت بتبني يعني اللي هي قريبة على الرومان، يعني اغلب الرومان. هذا شوفي هون فيديو الطلاب عندي من الهاشمية تدربوا. اوكي. حلو. كنت اجيبهم نساوي يعني هاي باترن من السلطان حسن، نقصها نرسمها على الكمبيوتر، نقصها عندنا منشار حجر صغير، نقص الباترن ونركبها نجمعها ونبلطها. بس هي كانت مش تعشيق يعني مقصوصة وبس. بلاط هي يعني زي هدول اللي هون، شوفي كيف بنساوي باترن فيها، نقص اللي هي فعليا فضلات الرخام، هاي القطعة الصغيرة بتنكب العادة. فأنت سايكلينج بتجمعيها بتسوي مربعات 3 بـ3 5 بـ5 حسب الافيلبل، وبتقدر تساوي منها باتر. يعني الكوم اللي هناك كله هذا، شوفي هون نفس الشيء الاستراكشر عندي كلود بيرنج، هذا المشروع في جلعة في الصد، شوفي الباترن بيجمعوه هون قبل ما، يعني هاي مبنية مثلا كلها صغيرة، هاي اللي فوق القعدة الان سيت. هاي كروس فولت بالوجه هون كله بالحجر، هون زوايا وباني فولت فوقه، الارتشز على كوربلز. يعني كل ما انت تنفذي اكثر باللود بيرنج بتتشجعي تطلعي حلول بناء على المشاكل اللي بتطلع لك او
التغييرات اللي في الموقع، فبتصيري يعني قادرة تتحكمي بالستراكشر. ونفس الشيء لما بدك تيجي تشتغلي زي هيك تايل باترن برخام أو إشي، عم تستعملي كل الكسر، يعني هدول كل اللي بلطنا فيهم الباندز هدول الحلوين أخذناهم ببلاش، رحنا على هاي السحاب مناشير عندهم ألوان، بقول لك هذا الكسر خدي أنت، بس عليك تحمليه بسيارة وتنقليه لعندك، وبعدين تصيري تفرزي ألوانه وتطلعي منه باترن صغيرة، تسويها طاولة، تسويها بلاط، اللي بدك إياه. يعني يعني هو الإشي منيح إنه هو كان مجانا، بس إنه ده الفاليو له من ناحية جمالية عالية، بس من ناحية قيمة يعني كان قليل. أوكي، بتحب إن نبدأ؟ أوريدي أنا مش عارفة خبرت الطلاب، بس كنت ما بعرف أوريدي إحنا عدد طلابنا بالشعبة مش كتير. أنا ضيعت الـ meeting participants. yes. أوكي، فإذا بتحب نبلش مهندس، يعني عشان ما نضيع من وقتك زيادة ونستفيد يعني قدر الإمكان. أوكي أوكي، طيب إذا بتسمح لي، أعرف أنك يعني للدكاترة وللطلاب الموجودين، مهندس ماهر أبو سمرة، متخرج من حاسب درجة البكالوريوس من في الهندسة المعمارية من جامعة الموصل، وباحث علمي في كلية الدراسات الإسلامية في الهندسة المعمارية بجامعة حمد بن خليفة، ومؤلف لكتاب جامع فيه مخطوطات لأبو الوفا زيجاني بوزجاني. ومن الاكسبيرينس له انه اشتغل مع مهندس المعمار الشهير البروفيسور عبد الواحد الوكيل لمده 10 سنين، وزي ما حكى لي تقريبا 46 مشروع اشتغلوا معه. وب 2018 اسس استوديو للتصميم المعماري اسمه ماس ديزاين ستوديو، متخصص بالبناء التقليدي وبالبناء في الحجر، ومصمم 3 مشاريع باستخدام البناء التقليدي في الأردن. بالنسبة للكتاب، ولسه قبل شوي قبل ما يعني يفوت الطلاب في الدكتور موفق ودكتور سلمى، كنا نحكي عن الكتاب، هو في زي عامل يوتيوب، عامل ريفيو عن الكتاب اللي هو حاط فيه المخطوطات لأبي الوفاء البوزجاني، وشارح عنه، شارح كيف طريقته بالهندسة الوصفية، وكنا نحكي أنه يا أدل إشي يعني أورينتد، نحكي ممكن هو صح بيشرح الهندسة بطريقة يعني ممكن مش أورينتد للعمارة، بس هو رابطه مهندس سامر بكيف منحقق هذا الإشي من خلال باترنز نرسمها بالعمارة، من خلال أشكال هندسية معقدة، بس كيف بي 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 بالماث بنحلها. هو موجه الكتاب هلأ الهندسة الوصفية، زمان كانوا طلاب العمارة لازم يدرسوا بالمساق هندسة وصفية، ليتلي أنا سمعت أنه بطلوا يدرسوها يعني. فبالدسكريبتيف جيومتري أنت عندك المسألة حلها وبرهان. هذا الكتاب فيه البراهين بالحاشية أنا حطيتها، بس هو ككتاب موجه للحرفي اللي مش فارق مع البرهان. يعني أنت مثلا هلأ مثلا بتلاقي مسألة انه انت عندك دائره بدك ترسم فيها مسبع بدون ما تغير الفرجار، مثلا بدك تفتحي على النصف القطر وترسمي مسبع، بدك ترسم فيها مثمن وانت عم تشتغلي. انت مثلا عندك اوضه مربع بالضبط، وبدي زي اللي شفناها قبل شوي بدي اعرف وين الزوايا تاعت المثمن، اي لابتوب اقيس ارسم مربع مثلا 4x4 قديش زاويه المثمن طلع بده يكون، بدي اسويها بالورشه. فبدي افتح خيط واعلم نقطه واطلع النقاط. فهو موجه للصنايعي، للحرفي، للمساح. يعني في مسائل، يعني انا لما بديت بالكتاب الصراحه ابهرتني يعني الدقه ونوعيه المسائل. يعني الكتاب معمول قبل 1000 سنة وأكثر. هلأ جيبي أي خريج هندسة، مهندس وممارس وشاطر على الأوتوكاد والريفت، الكتاب فيه 172 مسألة
أعطيهم مستحيل يقدر يحل أكثر من 10 مسائل، وهو معاه أوتوكاد وكمبيوتر والعلم تطور 1070 سنة عن أيام أبو الوفا. فهذا بخليك تحسي إنه يعني قديش الواحد بده يعني يحترم العالم اللي وقته، وعشان كمان يعطيك صورة إنه هاي المقرنصات والأشكال المعقدة ما طلعت من الفراغ، يعني كان في وراها خلفية هندسية قوية كتير وبس. فالكتاب يعني هو لو انه بتدرسه هندسه وصفيه هو بيغني عن، يعني ممكن يكون هو كتاب للتدريس المادي يعني مانيوال، يعني اللي بيخلصه هو بيكون كتير يعني ادفانس بالهندسه الوصفيه. صحيح، احنا عندنا بالقسم ما بعرف هي حسب الكليات، بس في كليات بتدرس اللي هي اللي بسموها رسم هندسي بنعطى طلاب اللي هم الهندسة إجمالاً. هلا في جزء منه بس ما بيكون طبعاً بالتعقيد، يعني ممكن بداية اللي هي أبسط المسائل اللي كنت بذكر محضرت الريفيو، يعني أبسط المسائل اللي هي بدايات الأول جزء منه أو أول وحدة. فالمسائل البسيطة اللي هي تنصيف خط متعامد على خط هيك يعني، بس بالتفاصيل المعقدة لا صراحة. فأكيد يعني هيك يعني بطلع عليه وبشوف إذا في أشياء ممكن كمان ندخلها زي ما قلت. هون أنا يعني أغلب الأصدقاء اللي في الجامعات يعني هون سووا له أوردر، يعني حطوه في مكتبة الكلية، يعني أكثر من جامعة بالهاشمية، في أهل البيت، في جامعة هون هاي اللي في الصوت إيش اسمها الأهلية، أكثر من كانوا يتواصلوا معي ويكون عندهم نسخ يعني جايبينه أونلاين. إن شاء الله إحنا كمان بصير عندنا نسخة. شكرا لك مهندس، وانا هلا رح اعمل شير سكرين بحيث انك تقدر تبلش واعطيك اوريدي انت عندك الكنترول، بس هلا بشيك كمان مره ثانيه الكنترول عشان تبدا في المحاضره. اوكي اوكي الكنترول معك. اوكي بسم الله. طبعا بشكر دعوتكم وحضوركم. بدي أتكلم على اللي هو البناء التقليدي. خليني أسكر الشباك عشان الإزعاج. هو يعني إحنا عندنا طريقة البناء من لما بديت البشرية كانت تتراكم الخبرات، كل ما تيجي حضارة تزيد عليها، يعني مثلا الإسلامي أخذ من الرومان، الرومان أخذ من اللي قبله. كل ما تكون الحضارة مزدهرة بيقدروا يطوروا بتكنيك البناء ويضيفوا فاليو، يعني تخيلي زي كوب مي، وكل ما تيجي جنريشن أو حضارة بتزيد له نقطة، فبتتوسع المعارف والتكنيك. كل هذا توقف لما بلش ينتشر الرينفورس كونكريت اللي هي الخرسانة المسلحة بالحديد، وتركوا كل الهيريتج هذا اللي جمع عبر العصور، وصار العمارة إشي جديد له علاقة بمواد البناء الحالية اللي هي العناصر العمودية والأفقية، واختفت مبادئ التراديشنال أركيتكتشر. أخذت فترة يعني من عام 1990 مثلاً ل 1950 من 1900 ل 1950 أو 60 كان في حرف لسه، كنا نشوف نماذج في المباني مثلا في القاهرة في أي مدينة عربية، زي عندنا هون مثلا بعمان بالويبدة، وتشوف المبنى الهيكل تاعه كونكريت سلابي وفي كم من عمود، بس ستيل الحرف موجودة بتظهر، يعني بتشوفي شغل الحجر متقن ومعمول بالإيد بطريقة حاليا ما بيقدروا يعملوه، عشان هيك محافظة على شوية جماليات. أو بتشوفي مثلا مبنى مودرن في مصر وبتلاقي في شغل مشربيات وشغل خشب وأرابيسك وشغلات كتير حلوة. بعد فترة بطل في طلب على الحرف، ولأنه العمارة التقليدية والإسلامية كانت معتمدة على الحرفيين والحرف، يعني هي في مبدأها مختلفة عن العمارة الحديثة. بالعمارة الحديثة عندك يعني أركيتكت هو اللي بيحط كل شيء، هو الشخص الملهم، وطريقة تفكيره مرات بيسموها بلاك بوكس، إنه هو إجاء إلهام وساوى هذا الشكل المعماري. بالعمارة التقليدية ما في الأنا أو الإيجو، هذا في مبنى بينتج جميل هو نتاج تجميع أعمال حرفيين في كل المجالات، يعني
البليط بيكون هو حرفي وفنان، اللي بيساوي الكاليغرافي هو فنان، اللي بيساوي نحت الحجر فنان، اللي بيساوي الجبس فنان. فبصير البروجكت هو يعني تجميعه من من اعمال هذول الحرفيين مع بعض وبيطلع المشروع. فهو يعني ما فرديه بتكون فيه. ونفس الشيء بالحرف، هي فيها بيديجري، فيها ديسبلين وفيها توارث. يعني النجار بورث اولاده وهو ورثان من ابوه من جده، ففي اسرار المهنه والانضباط والديسبلين متوارثه في الحرف. فهذا طبعا يعني بالعصر الحديث كله مش موجود، صار شيء مختلف. صار مثلا مين اللي وراء مثلا فينيس اللي هي المدينه الجميله؟ اجتمعوا لما صار عندهم ثروه تجار وكذا، اجتمعوا الفلاسفه والشعراء والرسامين والفنانين وصاروا كيف بدها تطلع المدينه ومبانيها. بينما هلا لما تشوفي ديفلوبمنت جديده مثلا هون في عمان، في مثلا بوليفارد او في العبدلي، مين وراها؟ وراها بنوك، وراها رجال اعمال بدهم يربحوا، بس ما في وراها اي بعد ثقافي او بعد فني، او يعني المشروع كله بيكون وراء راس مال يعني. فالمبدئين مختلفين بين العماره التقليديه والعماره الحديثه يعني. هون حاولت في مقدمه احكي شو هي طرق البناء وكل يعني للناس اللي بالمره يعني ما عندهم اي باك جراوند، بالذات الطلاب الجداد اللي هم بيتخرجوا. يعني هلا امسكي اي خريج قولي له بنقدر نبني مبنى مثلا 4-5 طوابق بدون بطون وحديد، بقول لك لا مستحيل. امسكي واحد انشائي او واحد معماري بقول لك لا، كيف بدك تبني بدون حديد وبطون؟ بينما بالجدران الحامله بتقدري تطلع يعني الكود البريطاني بجوز 30 طابق في عمائر مثلا 17، وفي 22 طابق في امريكا قائمه بالبريك يعني. غير طبعا عم نحكي على الشيء القديم اللي هو مثلا زي اللي في اليمن تلاقي 7 طوابق بالراحه في شيبان وكذا. وبعدين في البنفيتس اللي لها علاقه بشيء اسمه اللايف سبان، يعني العمر الافتراضي للمبنى. بالرينفورس كونكريت احنا عم نحكي من 50-70 سنة، يعني اي مبنى بينبنى هذا عمره الافتراضي، اكثر من 70 ما بيعيش. طبعا هذا في احسن الاحوال لما يكون مصبوب صح، ولما يكون مثلا مش على البحر، ما في رطوبه، ما في ملح. مثلا بالخليج بتلاقيهم ممكن عمر الابنيه ينزل ل 40 سنة. بينما اللايف سبان للمواد الطبيعيه، لانه هي مواد طبيعيه ما راح يعني تتاكل، يعني اللي هو بنسميه احنا الادوبي او الطين الني او اللبن، العمر الافتراضي 700 سنة. الطين المحروق 700 بس ممكن يعيش اكثر. يعني مثلا في بوابه عشتار او في الموصل في مبنى كنا نمر عليه واحنا رايحين على الجامعه، مبني بالطين عمره 3000 سنه وهو بالطين الني، يعني رغم المطر ورغم الـ يعني الظروف. البناء بالحجر بيبدأ من 1000، من 1000 ل 2000 أو أكثر. يعني لما نتفرج على مثلا مباني قديمة بالآثار الرومانية، مثلا آيا صوفيا، مباني كلها عمرها أكثر من 1000 سنة وعايشة، يعني متحملة زلازل، متحملة الظروف الجوية، متحملة. فإحنا عم نحكي على في فرق مهول بعمر المبنى. هذا الفرق بنشوفه بالمدن الأوروبية، يعني مثلا العواصم اللي ما تعرضت لهدم في الحرب العالميه بتلاقي الداون تاون تاع المدينه بعدها مباني عمرها 200 و300 و400 سنه قائمه. مثلا في لندن بتلاقي سعر الشقه اللي هو مبنى عمره 200 سنه اغلى من مبنى طالع جنبه بالبطون حتى لو احلى، يعني المتر المربع اغلى هون بالقديم لانه عارفين انه حيعيش اكثر. هذا مثلا بس بالنسبه لموضوع اللايف سبان، هو ممكن يكون ارجيومنت كافي انه الواحد يعني يكسب المعركه مع الرينفورس كونكريت. لانه انت ممكن تساوي المباني اللي هي تجاريه بالكونكريت، بس لما بدك تساوي لاند مارك، يعني بدك تساوي مسجد لمثلا رئيس الدوله، او بدك تساوي متحف، او بدك تساوي مبنى يضل خالد بالميموري تاعت الاجيال والجنريشن،
لازم تعمليه بمادة مستدامة ويضل شكله محفوظ، يعني لما تتفرجي مثلا السلطان حسن أو مسجد قبة الصخرة الأقصى، مباني كتير قديمة وأكيد إلها فاليو أكتر ما إنه تيجي تهدميها وتساوي مسجد أكبر منه بالكونكريت يعيش له 50 سنة. هاي نفس الكونسبت اللي بلشوا فيها الفراعنة لما بنوا معابدهم والمقابر من حجار بينما قصورهم من طين، فالفكرة كان بدهم الديمومة أكثر للمباني اللي تضلها خالدة بالنسبة لهم لأنه كان بآخر لاند مارك افتر لايف. مختلف، يس مزبوط كلام. يس هلا هون انا حم بحط شويه امثله، يعني هاي 700 قبل الميلاد البوابه اد في نينوى في الموصل، فانت عم بتشوفي مبنى قائم وطبعا مهول عمره، هاي 2600 سنه، هاي شيبام 500 سنه اللي هي يعني مالتي ستوري بيلدينج تقدري تطلعي فيها طوابق، هاي في أريحة إشي بالحجر 10,000 سنة. بينما عم نتفرج على مثلا المباني الجديدة، أنت مثلا تيجي على برج خليفة أنت عارفة مثلا انتهى البناء كذا بده يعيش له 60-70 سنة وينتهي يختفي يعني كمعلم مش موجود، بينما مثلا آيا صوفيا من 1500 سنة عايشة وحتعيش كمان قدهم، يعني هذا من ناحية الاستدامة. لما نتفرج مثلا زي هيك، هذا مبنى السلطان حسن في القاهرة، وقديش ارتفاع مأذنته، قديش حجمه، قديش عمره، بينما المساجد الجديدة هاي اللي في مثلا في عمان خلص مساجد عمرها محسوم، بعد جيل تاني ما حتكون موجودة، يعني أولادنا مش حيشوفوها، تكون راحت وانبنى غيرها فوق. هذا مبنى اللي أنا حطيته في شيكاغو اللي هو 16 طابق بالبريك بال 1890 اتصور، او في قبل 1890 اللي هو قبل الرينفورس كونكريت بالحجر، كمان هاي في اليمن في مالتي ستوري بيلدينج. هلا يعني احنا اللي رجع سوا احياء للفكر القديم بالعصر الحديث هو المعماري حسن فتحي. حسن فتحي اجى اخذ التكنيك اللي كان موجود بالنوبة وفي العمارة المصرية المملوكية، أي عمارة قديمة عندهم في التاريخ، وإجا يعني اكتشف أو يعني أحيا التكنيك للبناء تاعه، فعشان هيك يعني هو رائد في هذا المجال. وطبعا حط فلسفة أيضا خلف الموضوع، أنه أنت يعني مثلا قاعد عم تبني مثلا في غور عندك تربة طينية، لازم تبني بالطين اللي هي ما يكون عندك ترانسبورتيشن ونقل ومستورد مواد من برا، يعني بقول لك شو في تحت رجليك في الأرض واستعمل، إذا في حجر إذا في خشب whatever. هلأ هون أنا بلشت أحكي على التجربة اللي عم بسويها، بنيت عدة مباني اللي هي بالحجر. المباني هاي مثلا كنا الأرض لأنها جبل نحفر تطلع كمية صخور، بالعادة مطلوب من المقاول إنه يوردها يرميها برا في مكبات خاصة يعني، فكنا نمسك هاي الصخور يعني في البيت الأول اللي سويته اللي هو بيتي، يعني طلع عن شيء 1000 أو أكثر متر مكعب، ففصلنا الصخور اللي حجمها مناسب وكنا نفلقها، نستعمل هذول الويدجز، هذول بيكون يعني سفين وعليه طرفين من الحديد بتدقهم بالتسلسل، يعني بنحفر هيك بالدريل حفر صغيرة يعني عشان يفوت مثلا على 5 سنتي، ومجرد ما تحطيهم وتدقي بطريقة متسلسلة بتقدري تفلقي الحجرة تسوي لها دريسنج يعني، وتحصلي على سطح ثقيل تستعمليه في البناء، أو الطريقة المانيوال اللي هي بالمهدي والهمر، بس بيكون فيها ويس أكثر وفيها جهد أكثر من الشرير. وبنلاقي هون مثلا اذا الماوس مبين هاي اثار الويدجز يعني اللي قبلها، يعني زي هيك هاي كتله صخر هون محطوط 1 2 3 4، وهذا كانوا اللي يجوا عندي على الورشه طلاب وكذا، خلي البنات يعني ما محتاجه مجهود عضلي ضخم، يعني تضرب البنت شوي شوي فلقتها، لانه الويدجز هاي حسب نوع الماتيريال بس مينيموم بتفلق لك 6 أضعاف طولها، يعني إذا هاي مثلاً طولها 12 سنتي بدك تضرب بستة، يعني بتفلق لك صخرة كبيرة يعني.
فهي بتشكلي منهم وحدات البناء. يعني أول مرحلة هدول الصخور بنجهزهم، بنقطع، بنطلع من اللي طلع من الأرض، بنطلع كتل البناء. في نوع تاني اللي هي أنت مثلاً، أنا عندي أرتشز أقواس، فالقوس لما ترسميه وتقسميه لقطع بتكون خطوط حجرة القوس نفسها رايحة للسنتر، فهي الضلع القريب للداخل تكون الضلع أقل طوله من الضلع العلوي. يعني هون مثلاً هاي الصورة اللي على اليسار بنشوف إنه الضلع من تحت مثلاً 18 سنتي، من فوق ممكن يكون 25 سنتي. فهون هاي قطع الارتز مثلاً أنا قصيتها منشار حجر وقصيتها كونيك يعني مايلة، عشان لما تركب على القوس تيجي في مكانها. وهذا طبعاً الحجر اللي عندنا العادي، إنه كيف مثلاً يا بتركبي ميكانيكال فيكسيشن، يا بتركبي هون الشغل البلدي بتصبي وراه طينة اسمنت يعني. فأنا كنت عم بستعمل اللي هي أكثر حجار موجودة قبل ما يسووا لها النقشة تاعتها، بتكون قص منشار سعرها رخيص، كنت أستعملها للفولتس وللكروس فولتس. فهون عم بلخص يعني شو الأشكال الحجر اللي عم نستعملها. الدبش العشوائي هذا لما أنت عم تفلقي الصخر بالمهدة أو بالوجز تطلع عندك قطع صغيرة، هاي بنحط حشوات جوا الجدار. يعني إذا أنا عندي جدار مثلا 75 سنتي سماكته، فقطعة الحجر من هذا الوجه مثلا سماكتها 20 أو كذا، وقطعة الحجر من الجهة الأخرى سماكتها فارية من 15 إلى 25 حسب. ضلت لك اللي في الوسط كله بنعبيه كتل صخور وبنحشرها، واحنا عشان سهوله البناء كنا نصب فوقها طينه يعني عشان نقدر ناخذ كورسز ونقدر نبني بشكل اسرع. يعني اللي هي بعدين القطع اللي لها وجه اللي هي عم نستعملها للفساد، اللي هي يعني قطع حجر معمول لها دريسنج. قطع الزوايا اللي هي ممكن تكون يعني تيجي على زاوية المبنى أو العمود أو كذا، بتكون لها وجهين. قطع الأقواس بتكون يعني في قياس صغير لبطن القوس ومختلفة، واللي هو الحجر السراحي هون بيسموه، اللي هو المدميك اللي منتشر عندنا ورخيصة، كل مدماك 25 سنتي وسمكته 4 وطول variable. صعوبة ما عندنا حرفيين، ما عندنا مثلاً مراكز بتطلع ناس يبنوا. يعني عندك محلات مثلاً بيطلعوا لك ناس كهربجية، ناس بالمواسير بالتمديدات، بس ما في معهد يطلع ناس تعرف تبني باللود بيرينج. ولأنه الحرف قلت لك راحت من شيء مثلاً نص قرن، يعني اللي كان حتى بنا أيام زمان هلأ ما عاد يعرف يبني يعني، وما ورتها لأولاده لأنه ما في عليها ديماند وطلب. فالحرفة راحت. في عنا بعض الحرفيين هلأ مثلا، كان في مراكز فرضا في حلب كان في حرفيين، لما إجوا يعملوا سوليدير اللي هي وسط البلد في بيروت وقرروا يرمموا المباني القديمة، راحوا جابوا حرفيين من حلب. حلب مثلا دمرت وراحوا الحرفيين، قالوا شوية حرفيين في مصر، شوي في إيران، شوي في تركيا، بس أغلب الحرفيين في العالم الإسلامي يعني عم بيخفوا شوي شوي لما يروح يبطل في طلب على البرودكت اللي بيسووها. يعني أنت بتروح بتشتري باب صيني مثلا 200 دينار مش مستعدة تدفعي أكثر، ومش فارق معك يعيش الباب 10 سنين ولا أكثر. بينما مثلا الحرفي إذا بده يقعد يشتغل لك بخشب سوليد ويعشق ويسوي لك باب يعيش لك 400-500 سنة، انت المبنى كله اصلا ما بيعيش 50 سنه. فبطل في طلب. ولما صارت الثوره الصناعيه مثلا صار يفتح مصنع الومنيوم يسوي لك كذا متر مربع على شبابيك وابواب باليوم، وسعره طبعا ارخص ومنافس، فسكرت الورش الصغيره وسكرت الحرف. فلانه ما في حرفيين، كل مهنه البناء التقليدي هلا يعني كثير صعبه، حتى الترميم وكذا ما عندنا المهارات البشرية الكافية. وهون عم بقول إنه ما المهندسين المعماري والإنشائي ما بيعرفوا عن الموضوع أصلاً، يعني أغلبهم اللي بتسأليهم بتفاجئ كيف ممكن نبني مبنى طوابق بدون حديد وكونكريت ومن الحكي. مثلاً أنا واجهت صعوبة لما أجيت أساوي رخصة للبناء،
ما بتقدري تفوتي مع البيروقراطيه اللي في استصدار التراخيص تقنعيهم انه بتقدري تبني بدون بطون وحديد، فانت مضطره تساوي يعني مبنى له تسليح وسقف افقي وكذا، وبعدين تروحي تخالفي تبني اللي بدك اياه. مثلا في شغله لها علاقه، هاي رقم 4، بالقوانين البناء اللي هي يعني احنا هلا لو تيجي تشوفي اغلب القطع السكنيه بتلاقي مساحتها 500 متر او اكثر شوي، من 500 ل 750 متر اللي هو سكن يعني جيم وكذا دال، او حتى اللي اصغر 300، كلها قطع بناء صغيره. فهم شو بصير يساووا؟ بخففوا السيت باكس، يعني بصير مثلا ارتدادك مترين او ثلاث بينك وبين جارك. فلما تيجي تشوفي انه هذا القانون انا لازم التزم فيه رغم انها هي الارض لإلي، وانا يعني مضطر ابني. فلما تشوفي انه انت ارضك عم تاخذي سيت باك مترين ثلاثه من كل الجهات، وجارك عم بيعمل هيك، عم بضل بين البيتين ممر غير مستفاد. بالعمارة القديمة أو التخطيط القديم كنت تبني على حدود الملكية وتجمعي هذول المترين ثلاثة من كل جهة وتساوي حوش داخلي كورت، يكون فيه طبعاً برايفسي خصوصية مثلاً ست البيت تقعد ما حدا كاشفها، يكون أطرب الصيف من ناحية الجو، نيجاتيف بريشر ما بتفوت لك القبرة، تزرعي فيه مي، شجرة زيتونة قصدي ليمونة، بتحطي فيه نافورة ترطب الجو. فالقوانين ما بتخدم اصلا طرق البناء التقليديه الا اذا انت يعني اخذتي اكسبشن او عم بتساوي كومباوند، ممكن تفاوضي يعني على القوانين. مع موضوع الوعي واهميه البناء التقليدي، يعني هلا مثلا بنلاقي احنا في ترند طالع تاع الجرين اركيتكتشر والليد والبلاتينوم والجولدن، وناس بدهم يعني انه هم اصدقاء للبيئه وعم بيشتغلوا الجرين اركيتكتشر، بس اكشلي يعني هي كلها فلوس عم تندفع على البروجكت. اخذت يعني انا اشتغلت على بجوز تو بروجكتس اخذوا ليد سيرتيفيكيت، انت عم تدفعي فلوس بس جوهر، يعني ممكن تساوي تاور كله ازاز وموقعه في الصحراء في الرياض ولا في قطر في الدوحه وتاخذي عليه شهاده ليد وانك انت عماره خضراء، مجرد ما عم بتدفع بعض الاموال لتساوي شويه ديتيلز خاصه فيهم. بينما احنا يعني هاي لما انت تبني يعني البيوت اللي بناها حسن فتحي مثلا بالطين ولا بالحجر، بتلاقي اوتوماتيك في عندك فرق لما ينشغل الفنتيليشن صح وسمكت الجدران هاي اللي هي بالطين وبالحجر thick walls، بتلاقي عندك فرق 13 درجه واكثر بين الصيف والشتاء، يعني بالصيف وبالشتاء، يعني على جو معتدل زي جونا مثلا ما بتطلع الحراره فرضا في عمان اكثر من 35، لما تشيلي منها بالصيف 13 درجه وتكوني بال 23 ولا بالعشرينات انت ما محتاجه الاير كونديشن، وبالشتاء كذلك. واغلب اللي بفوتوا على بيوت قديمه فيها عقود او لاجدودهم او كذا بحسوا فيها، مثلا بفوت على الصيف بحسوا بارد يعني وبريفبل الوولز، لانه حتى المورتر وكذا بتكون عم بستعمل لاين شيد الجير، يعني بتنفس بمص رطوبه وبيطلعها بالنهار بمصها بالليل بطلعها بالنهار، فبتلاقي المبنى يعني صحيا ودرجه حرارته مناسبه اكثر. ايش ممكن نحكي؟ بديش اخذ الوقت، نبهيني اذا احنا عم نطلع يعني او كل فتره. اوكي طيب ايش البنفيتس؟ طبعا الاستدامه، يعني احنا عم نحكي على لايف سبان، انت بتبني مبنى بتورتيه اذا بتبنيه بالحجر 1000 سنه لكل الجينيريشن اللي حيطلعوا من وراكي، واذا سويتي مثلا مسجد وقف او شيء بدل ما عم تاخذي الاجر 40 50 سنه عم تاخذي أرقام مهولة. استرجاع هوية العربية للمدن، يعني إحنا كان عندنا يعني العمارة الحديثة هلأ أو كل العولمة، يعني المبنى اللي بتشوفيه مودرن وعم بيشتغلوا عليه الطلاب وبيحبوه، إن كانوا طلاب من الأردن ولا من الصين ولا من أمريكا، عم بيطلع نفس البرودكت، ما له ايدنتيتي. الهوية في العمارة مهمة، لا ايضا للشخصيه، لانه الاركيتكتشر تسقل شخصيه المجتمع والناس اللي بيمشوا بالمدينه.
يعني مرة كان عم بضرب مثال حسن فتحي، عم بقول القوقعة بتفرز بيكربونات الكالسيوم وبتشكل الحلزون، بتشكل قوقعة. ليتر اون بعد ما تصير قاسية القوقعة بتعيش الحلزون جواتها، فبتشكل جسمها بناء على الشل اللي ظلت من القوقعة. فالعمارة باللاشعور هي يعني بتأثر على شخصية الناس اللي عايشين في المدينة. يعني أغلب مبانينا مباني بوكسز وتجارية بسيطة، فتحات مش جميلة. يعني روحي شوفي مثلا طالب عمارة عندك عم بدرس في العقبة، وروحي شوفي طالب عمارة مثلا في بدرس في إيطاليا بيطلع الصبح بيتفرج على المباني اللي في الشوارع. أكيد هذاك حيكون الذائقة الجمالية عنده أعلى من الطالب اللي عندنا، حتى لو اللي عندنا هو أذكى وأشطر، بس ما عايش، ما بيروح يعني عم بقعد في مطعم ارتفاع السقف 10 متر، عم بفوت على صالة أوبرا، عم بتفرج على الديتيلز والأورنمنتس وراسخ بشكله بمخه أشكال المباني والتفاصيل الحلوة. فالبشاعة بتأثر على اليوزرز اللي عم بيستعملوا هاي المدن. انا جربت لما عم تبني باللود بيرنج، يعني مجرد ما انت تيجي تقولي انا بساوي بس بدي ابني باللود بيرنج، هلا اذا بنيتي لود بيرنج وجدران حامله، انت مضطره تساوي سقف ينحمل على هاي الجدران. اذا بتغلطي بالحسابات حيوقع السقف عليك، بس اذا السقف مسك حاله معناها انت حساباتك وشغلك صح، اوتوماتيكلي بتطلع الاركتكتشر حلوه، بتطلع ناتشرال وبتطلع طبيعية يعني، وبتطلع فيها فاليو وبيوتي بدون ما تصرفي يعني جهد، ما بتتعبي حالك. يعني مش زي العمارة كيف بدي أحل الواجهة وأساوي، أنت مجرد ما تقولي أنا بدي أساوي مثلا 3 غرف، هاي بدي أساوي فيها فولت، هاي أعلى بدي أساويها صالة فيها قبة مثلا، هاي بدي أساويها مدخل وبدي أساوي عليها سدة بخشب وأطلع. يعني مجرد ما تساوي أي كومبوزيشن صغير من الأركيتكتشر فوكابولري بتاعت العمارة التراديشنال، اوتوماتيكلي النسبة الجمال بتطلع حلوة. يعني هاي حسيتها وانا اشغل، يعني مجرد ما بيطلع حلو. طبعا شو خفض تلوث البيئة، يعني انت عارفة كل طن اسمنت بينتج طن ثاني اكسيد كربون، غير النقل لما تجيبيه الديزل هذا كمان عم بينتج ثاني اكسيد كربون. الطن بينتج طن في الصناعة. يعني انت لما تيجي تقولي انا بدي اعمر بيت صغير وبدي استعمل لي مثلا 60-50 طن اسمنت في العمارة هاي، انت انتجت 50-60 طن ثاني اكسيد كربون من الصناعة بدون الترانسبورتيشن وكذا، حتزيد ايضا كمية ثاني اكسيد الكربون. شوفي كم شجرة بدك تزرعي عشان تعوضيها. هذا من ناحية يعني كحسابات. هون عندي بيت اللي هو قلت لك انا بلشت انه اكون انا الكلاين، الارض مايلة من هون، الكيرسر مبين ولا لا؟ يس. بس بدي اسالك قبل، هو البيت هذا لحضرتك صح؟ بيتك؟ نعم. اوكي. لانه مش بسهوله تقنع كلاينت طبعا يبني لود بيرنج، فابديت من هون، الارض من فوق هون عاليه وهون الشارع من تحت واطيه. فسويت تو ستوريز، عندي العناصر بسيطه انه انا بدي ادخل من هون اندايركت، سويت كورتيارد المدخل تاعه اندايركت. هون انا مسوي زي شاليه او بيت صيفي، عندي هون مسبح وعندي هون اول ما تفوتي هاي لوجيا قاعده مفتوحه، سويتها هاي سقفها كروس بو، وبالوجه هون بالسنتر عندي الايوان قاعده كمان خارجيه مفتوحه للايفنتس لكذا، فيها يعني بنحط سيت وكذا. وهون عندي ببساطه عندي هون كيتشنت وهاي القاعه العربيه حطيت فيها قبه اللي وريتك صور قبل شوي، المثمن كيف بيطلع فوق القاعة هذا. والقاعة العربية بيكون فيها 2 فولت، ويكون فيها هيك مثلا شيء نافورة مي صغيرة فسقية تحت في الأرض، وبتكون منطقة المربع أوطى كليفل درجة من اللي حواليها. وهون عند المدخل بس سويت شيء هيك تويلتس يعني دورة مياه، وهون عندي درج بيطلع فوق على الطابق الثاني اللي هو فيه غرفتين نوم وكل واحدة بحمام، وعندي كيتشن صغير يعني للبيدرومز اللي هو هيك طلع الدرج من هون موزع، وهون كيتشنت وهاي غرفة حمام وغرفتين نوم يعني. وغرفة النوم بتكون يعني العربي اللي هي الدكة مرتفعة مثلا، خزني تحتها
زي خزانة أو كذا، تساوي دوك بالخشب، وهو بيكون السرير يعني الفرش بتيجي عليه، وهذا بيكون تحت فولت، وهون بيكون السبيس تاع الأوضة فاضي لاستعمال الغرفة. عندك thick walls بتحط فيها مثلا هون built in seat، هون تساوي مثلا خزانة كمان بيلت ان، لانه الجدران هون عندي 75 سنتي وعندي متر ومتر وشوي، فال 75 سنتي بتقدري تبني وراها حيطه صغيره 15 سنتي وتاخذي 60 سنتي ثيكنس للخزانه يعني اذا بدك. وهاي الدرم اللي هي القبه هون كيف تحولت من المربع، عندي هون المثمن، هدول الاثار السكوينشز، وعندي شبابيك علويه. السكشن هيك بصير، هاي القاعه العربي. احنا هون شفنا قبل شوي كان في سكافولدينج خشب على هذا الليفل، تو عندي هاي الاقواس، وهون مثلا عندي توين ارج، وهون هذول السكوينشز بيحولوا المربع لمثمن، وهاي اللاير اللي هون حولته ل 16، صار عندك رينج بوليجون 16 ضلع تبني عليه، بتحطي السنتر تاع الكيرف القبه وبتبني القبه على الجايد، يعني بتحطي هون الدليل تاعك. هلا هذا الدليل بده يكون انا مسويها pointed arch، فهو مش يعني مش shallow dome، مش سنتر واحد، لها سنترين، او بدك ترسمي بروفايل، ترسمي يعني بتفصلي بالخشب هذا البروفايل وبتحمليه على سنتر بالوسط وبتلفي ريفولف، وبكون هو الجايد للبن. وهذول الفولتس مقاساتهم مختلفه يعني كليفلز. هذا سكتش للقاعة كيف بتبين، هاي القبة من فوق مقسومة هيك، قلت لك هون 16 ضلع هذا السكوينش هذا المربع، فاللود بينزل، الوزن بينزل هيك، بينزل على السكوينش، بيدوب على هذا المقرنص، يا بينزل هيك يا بروح على الأعمدة، كل الوزن. هذا هو السر اللي بيعطيها بيوتي وجمال للتراديشنال اركيتكتشر، يعني انت ما بتشوفي في عندك كات سقف افقي كيف محمول، انت بتشوفي كل اللود عم بينزل وبدوب ناتشرالي، او فبيعطيكي دايناميك بالاشكال. يعني انت جربي شوفي قبه في مبنى قديم محمله على مثلا بندنتيفز او سكوينشز او ارشز، شوفي قبه مبنيه على بطون، يعني سقف هيك بطون مثلا مفتوح وفتحوا فيه خرم هيك دائره وحطوا قبه، بتلاقيها اجريسيف، ما بتحسي اللود نزلت، فمش حلو مهما ساوي في اي قبه على سلابة أفقية ما حتطلع حلو. يعني هي العناصر الإنشائية هي اللي عطتها جمالية. قلت لك مجرد ما تشتغلي بالتراديشن تبني يعني بمواد طبيعية ما تحطي كذا، أوتوماتيك عم تطلع حلو. هذا رسم لنا إياه مهندس حسام أبو شيخة، سكتش للباتم فيو للقبة كيف السكوينشز بتبين. ودائما بنشوف القبه دائما انعكاس للسماء، يعني هي رمزيه السماء. فمثلا اذا بتشوفي النوافير في بالموقع اللي وريتك اياه، فولدر مثلا اسمه نوافير فاونتنز، بتشوفي النافوره دائما بتكون فوت برينت عن القبه، فاي نافوره اسلاميه قديمه بتلاقي فيها هون سكوينشز دوائر، بس بالعكس يعني نازله لتحت تلاقي طبقه المي والسكوينشز موجودة. إذا بتدقق فيها فهي رمزية إنه النافورة كمان انعكاس للسماء على هاي المي، فبتها تكون فوتبرينت عن القبة اللي هي أصلاً رمز للسماء. هون إشي هيك إيزومتريك أولها كان، كمان هاي ريندرينج كيف الإيوان، كيف الحجر ممكن نستعمله، الدرج بده ينحمل على أرشز، ريندرينج داخلي كيف الأقواس والقبة حتبين، استعملنا شوية بلاط شوية مشروبيات. مجرد ما تفوتي الحرف بتصيري تاخدي الأتموسفير هاي اللي هي الناس بتحبها، يعني بتحسها أصيلة أو يعني بتسكرها مثلا بالتراث أو شيء زي هيك. هاي مثلا غرفة النوم هون بتكون السرير تحت الفولت، الفولت بنبنى عرش خفيف اللي هو بتيجي تركب عليه الشالو دوم، يعني هاي تكنيك للبناء. هذا كوم جوا ريندرينج كمان، انا شايفه اغلب الاثار يعني مش كله بس اغلب في شيء بلت ان طالع معك الا بالقاع اللي هي
رئيسية. ايش قصدي؟ هون مبين بلت ان زيك انه الفرنتشر. اه طبعا، لانه انت عندك ايوان بتبني مثلا بالحجر الليفل مثلا 30 35 سم، بتحطي كوشنز فوقها وبتهيمها بتضل يعني مستدامه. هون مثلا كيف كنا نحط الاساسات؟ اوكي. نجيب دبش حجر. هذا مشروع كانت تربه زراعيه فكان صعب، فانا اضطريت اني اساوي يعني الاساسات دبل، او اساوي اول شيء ريبليسمنت للتربه، احط الصخر واصب عليه كمان اسمنت. هاي اللي شفتيها بالفيديو اول ما بلشنا كيف كان يقص بالقطع اللي عم بيدخلها، هذا الكروس فولت. دائما هدول القطع بيكونوا عموديين على المنحى، فمثلا هاي اللي في الوجه اللي هون بتكون القطع طالعه هيك دائما عمودي على المنحنى. هدول الأجزاء القوس اللي هي بطنه بتكون مثلا 18 سنتي من فوق قطعة الحجر، بتكون محسوبة على الكمبيوتر على أساس دراي، أبنيها دراي تكنيك بيسموه، يعني ما في مونة أو طينة بيناتهم. إحنا بنبني قوس وبعدين بنجيب القطعة اللي في النص الكيستون هاي، مجرد نجيبها خلص بنفك التمبراري مولد، القالب الخشبي اللي حاطينه مؤقت، قالب حديدي عشان يمسك القوس، مجرد ما نحط الكيستون بنفكه. فما في يعني مثلا وقت نستنى السقف 28 يوم ليتصلب، مجرد ما تحط الكيستون انت بتفكي السقف. اعطى الثباتيره للقوس العجبان. هون مثلا شوفي سمكه الجدار من هون لهون، فرضا هذا 75 سنتي. انا هون قسمت القوس نصين، نص pointed arch هذا اسمه اللي نسب، هذا اللي هو المخموس الإسلامي، يعني مخموس أنت بتقسمي الإسبان لخمس قطع، والقطعتين اللي في الوسط two knots بيكونوا السنترين اللي هون، يعني تاخدي من السنتر هذا خمس، من هون هذا السنتر تاع هذا الجزء، واللي على اليسار بيكون السنتر تاع هذا الجزء. هذا قوس ثاني segmental. فهون مثلا العماره هاي لانه هي بتعكس التروث بيسموها تروث اركيتكت، ما في شيء يكون مثلا بدون سبب او فزلك. هون هذا سمكته 75 سنتي، هون ما قدرت ابني 75، اضطريت اقسم القوس لقطعتين، هاي 37 هاي ونص، هاي 37 ونص. هذا بوينتد عشان يحمل هذا السقف، وهذا سيجمنتال عشان يتحول لخط هوريزونتال ويجي يركب الفولت اللي هون عليه هيك، اللي هي بالغرفه اللي جنبه، بالغرفه اللي جنبه. فانت لانه عم تبني من تحت لفوق، مثلا اول شيء بنينا هذا القوس وسكرنا الجدار لهون، سويناه ستريت كانه بيم، واجا الفولت ركب عليه عشان يقدر ينبنى هذا الفولت، وبعدين القوس الثاني وعشان نبني السقف هذا اللي هو اعلى منه عليه. هاي اللي عند الانترنس صح؟ مش اللي عند القاعة. هاي اللي عند الانترنس، هاي اللوجيا اللي بالأول. وهون شوية تفاصيل، جربت مثلا تجربة بنيت الكاتينري آرش اللي هو يعني شكله سلسلي، كانك مسكتي سلسلة وثبتي عليها أوزان، وطول نصف قطرها يعني اللي هو نصف قطر الدائرة، وتركتيها تنزل التشين هاي السلسلة، فحترسم لك يعني مش بارابولا، يعني شكل بيسموه كاتينري ارتش. كاتينري ارتش له يعني له اكويجن رياضيه بتقدر تطلعي الاكس والواي، بس انه طريقه ترسميه على الكمبيوتر ما في. يعني له سنترز، هو ما له سنترز. فهذا بالعاده انت بتيجي اذا شفتي في فيديوهات في لا مشاريع مثلا قديمه لحسن فتحي وقوس النوبي، يعني بيجي مثلا انا بدي اسقف سبان مثلا مترين ونص، بحسب نصف قطر الدائره اللي السبان تاعها مترين ونص، بجيب الحبل هذا بالطول المناسب اللي هو يساوي نصف الدائره، وبكون مسويها يعني سلسله حديد مثلا، علقها من هون ومن هون على قد السبان، فالتشين تنزل بترسم. بحط له بلاي وود من الخلف مثلا، وبعلمه بماركر، وبعدين بقلبه ابسايد داون وبتحول للكاتينري ارت، ووتشز هو يعني اقوى
أضعاف من البارل فولت مثلا، يعني زي الانوفيشن كانت تصير. يعني مثلا بالعمارة الرومان بيستعملوا سيمي سيركل ارج، بالعمارة الإسلامي ما في سيمي سيركل ارج، في بوينتد ارج. بوينتد أجمل وبتحمل أكثر كوزن وكمبريشن من السيمي سيركل ارج. فهيك كانت التطوير يكون فاين تيونينج بالاركيتكتشر. كنت احكي لك انه الماوس ما كان بيتحرك وانت عم بتحرك، فلما كنت شرحت مش مهم انا يعني كنت حابه اعرف كيف الطريقه، بس انه كتبته على القوس النوبي او كان بدي سبيلنج للارتش اللي حكيت عنه كاتيناري سي اي تي اوكي ار واي ارتش. بتلاقي عندي حتى بالصفحه حاطط فيديوهات شرح وحاطط كيف بالرسم، حاطط يعني بتلاقي معلومات كثير عن الكاتيناري ارتش. هلأ بالنوبة كانوا يبنوه بعكس هاي الطريقة، يبنوه على الطاير عشان ما يساوي مولد. يعني بيجيب بيبني الحيطة الخلفية وبيبدأ بأول 3-4 مدانيك بميلها، فبصير وزن الأرج مرمي على الجدار وبعدين بيبني على الطاير، بس بسحب خطوط على الطاير. يعني ما في عندك قالب خشب للسقف، يعني أنت عم بتوفري كوست بالبناء. يعني أنت لما تيجي تبني سقف إن كان قبة عم بحط فرجار حجر خشب وببنيها بدون ما يساوي شتر يعني لقالب الصب، فهذا كله تكلفة لأنه الخشب غالي وما عندنا خشب. ولما أنت تجهزي قالب الخشب تاعك على المقاس المعين عم تضطر تقصصي من الخشب، فهو المقاول مثلا بيشتري له كذا متر مكعب خشب، بعد كل مشروع بصيروا ينقصوا المشروع لأنه في ويس وهدر وتكلفة وقت عمل القالب الخشبي وتدعيمه. فالتكنيك إذا بتقدري تبني بالطين أو بالحجر وتبني بدون قوالب تحمل السقف المؤقت عبين ما تخلصيه، بيكون يعني هاي added value لإليك وعم بينزل من تكلفة الكونستراكشن. هون مثلا كيف عم نركب أنواع الأرتشز، هذا فرضا دراي اللي هون ما فيه اللي تحت على اليمين ما فيه مورتر، هون عم بيكون في أسفين بين القطعة والتانية اللي على اليسار، وبعدين بنحط يعني روبة لتسكر المسافات بيناتهم أو أسفين حجر. فكنت عم دائما أجرب أنواع مختلفة من الكونستراكشن تكنيك لأنه عم نتعلم يعني بالحجر. يعني كانت هون مثلا هون طورت إشي إنه كان القالب مثلا أول قوس سويته كنت تقصي خشب زي هيك، هذا شايفيته الأسود التريبول، أو زي اللي تحت تقصقصي على أشكال البروفايل اللي بدك إياه ألواح الخشب، فهاي كلها بتصير ويست هدر يعني وتكلفة فلوس. مثلا باللي وراه هون إذا بتشوفي أنا لأنه قصص حجاري بالضبط على قد البروفايل اللي بدي إياه، هون جبت قضيبين حديد بعجتهم وثبتهم بشكل مؤقت هيك عبين ما أركب الكيستون اللي فوق وبعدين بفكهم. فأنا ما عندي تكلفة ويست في الخشب، والقضيبين الحديد هذول ما بيخربوا يعني هم بنفسهم برجع بستعملهم. يعني زي هيك هذا صار القالب شكله. انت عندك كم من حديده حطيتها وعم تبني عليها هون مبين القطع الحجر اللي هي يعني رف اللي طالعه من الموقع اللي بنينا فيها الجدران اللي هي قصتها اصلا من الارض. هون مثلا الحجره هاي لانها تقيله سويت هيك رافعه ما كلفتنا كثير، يعني كل مترين كانها لها تاور كريب وفوق موتور بتحركيه بإيد available بالسوق، بحيث أنه أنا قطعة الحجر في واحد بيكون تحت بيساوي هيك دريلينج على الماية الندفة في الحجرة بحط فيها هوك وبعدين بيسحبها بس توصل لفوق ويحطها في مكانها بفك الهوك. يعني مثلا كله ما كلف له بجوز 500 دينار أو أقل حتى التور من فوق بين هي هاي السلسلة صح الحديد فوق. هون هاي شكل الكاتينري ارت كيف عم نعمله.
هذا من أوائل التجارب اللي هو كان فيه القالب الخشبي، يعني أنت بتساوي قالب كامل وبعدين بتصفتي الحجر عليه، ولما توصل إلى المدماك الأخير وتحشريه مظبوط بتفكي القالب الخشبي. هون مثلا كان عندي هذا الإيوان، شفت صورته مسوي قالب كبير، فهذا كله الخشب فعليا يعني تكلفه عشان تقدر تعمليه. هاي مثلا اسفين الحجر اللي قلت لك طورتها، اجيب الحجرات المكسرين نوقف لنا شاب على المنشار يضل يقص قطعه حجر بتبلش من زيرو مثلا تخلص بسنتي طولها خمسة اللي هي عسماكة الحجره. فلما نساوي نعير الحجر رايح على للمحور بنسندها باسفين الحجر. هذا مثلا كنت هون سويت تجربه ثانيه انترسكتد فولت اللي هو يعني قبو متقاطع من اكثر من جهه. استعملت في الانترسكتد فولت استعملت نوعين حجر، حجر دقيناه دق اللي هو للفولت الرئيسي، والتقاطعات تاعته استعملت الحجر هذا اللي هو السراح اللي بنسميه. هون مثلا شكل السقف قبل، هاي في جرش قبل ما نفك القالب. هون صرت أتجرأ مثلا قطع حجر أكبر يعني أستعملها للسقف مثلا. هذا ما عندي ارتفاع كبير، فالصورة اللي على اليسار أو البروفايل المستعمل استعملت 3 سنتر ده. يعني هذا هون في سنتر للجزء اللي هون، وعلى اليسار في سنتر للجزء الكيرفتشر الصغير، وهدول التو سنترز بيلتقوا على زاوية 60 درجة تقاطع عشان يطلع السنتر الثالث في الوسط. ولما ترسمي بهاي الطريقة بيكون في يعني بيوتي وسموثنس بالشكل للبروفايل. فهي شكل الأوضة بعد ما فكينا السقف، وهون وإحنا عم بنشيل القالب الخشبي. هذا شكل لكاتينري فولت من جوا بعد ما فكينا. هون مثلا على اليمين مزاريب الحجر نحتها بالحجر، مزاريب المي، لأنه الفولت اوريدي فيه كيرفتشر فالمي بدها تطلع بنميلها. وهون مساوي كتلة حجر تطلع تكب المي لبرا. هذا الكروس فولت قبل ما نخلصه، أول ما فكينا الخشب هون اللي على اليمين من فوق، وبعدين ركبنا له شيء هيك قطعة حلوة خزقناها من الوسط ونحط فيها تشاندلير أو شيء زي لايتينج فيكستشر ليتر أون، طالعة حلوة كانت. وهون اللي على اليمين من تحت شكل الشاترينج قبل ما نفك الخشب. هون شكل اللي على اليمين فوق شكل الخشب، كيف انت بتبني الاربع اقواس وبعدين بتساوي اكسترود للكيرفتشر بتقاطعه وبصير عندك الكروس بول. هاي صور العقد يعني كيف بنسوي. هون مثلا اجيت اعمل يعني شويه باترنز للسكرين بنثبت عليها الزجاج من الداخل ليتر اون، فبتشوفي كيف بتسوي لك يعني شادو طول الوقت تضل تنزل اشكال حلوه. يعني هون مثلا بوري كيف تشريك الحجر لما عم نبني. فرضا هذا درج كله ما فيه تسليح، انا ببني ارتش، يعني هون بنيت الدعامه اللي على اليمين اول، بعدين حطيت ارتش من هون وارتش ثاني واصل لفوق. الارتش بس يعني مجرد اصائص الخشب هاي اللي عندنا زياده مع ثلاث اقبال حديد ياخذوا الكيرفتشر ونحشره. يعني هاي من تحت اول قبل ما نبلش شو سوينا، بنينا البسطه بنيناها بني، وبعدين حطينا قوس من هون وقوس ثاني من فوق، والريزلت تطلع حلوه. هذا الدرج اللي جوا الكورت كمان يعني في له أكثر من طريقة، يعني مثلا هون محمول على نصف آرتش فوق، محمل على تلتد فولت مايل، الجزء الأخير مرمي فوق الإيوان. فبدو يكون عندك حتى بال 3D يعني الدرج هذا مثلا، شايفي هذا الدرج اللي على اليسار اللي هون، هاي الدرجات، هاي الدرجات جاي فوق الإيوان اللي مايل. لأنه السقف مايل أنا بقدر أركب درجة عالية. بده يكون اللي بيشتغل يعني كثير بال 3D قاعد عم بتخيل الفوليوم والتقاطعات. هون كنت احاول اخذ يعني ديتيلز من اللوكال اركيتكتشر في بلاد الشام، تفاصيل مثلا كيف بيحطوا ديتيلز للمدخل لشغله.
هون مثلا كنت عم بجرب اخذ من العمارة العربية او الإسلامية، او اخذ ديتيلز احلي فيها يعني كنحت. يعني بعد كتبنا القوس على امه كنت اجي اشتغل براوتر وزميل ونطلع اشكال يعني جمالية للأورنمنتس اللي على الأقواس. هاي مثلا اللي فوق شكل الفولت بعد ما يخلص من البروبن، وهون حطينا له شيد يعني صارة بنسميها أو شيء. الشيد بيعطي تحمل للمي. في مثلا المغرب لهلا تدلك الحمامات والمسابح بيسووها في المغرب وفي اليمن موجودة، بيضلوا جايبين قطعة صابونة مع حجرة وبيضلوا يدعكوا بالشيد ليرات ليرات عبين ما يتحول لإشي عازل. فالمسابح الحمامات ما بتلاقي بيستعملوا بلاط، فرضا إذا بتروحي على المغرب المباني القديمة اللي هي لليوم بيسووها. هذا شكل الطبقة العازلة هذا اللي من تحت شكل الكاتينري آرش. شوفي كيف شكله، اللي هو السلسلة لو تعكسي يعني بينزل لتحت هيك للتشين، هو أقوى. هذا انترسكتد فولت مثلا، هون بنينا أول فولت حطينا قالب الخشب هون عليه على اليمين يتقاطع معه، بعد ما تقاطع معه حطينا هذول التقاطعات الخشب 8 عشان نقدر نشكل الفورم اللي نبني عليه السقف المطبخ مثلا هذا هون. وفي الوسط كمان حطيت زي كي ستون، قطعة مربعة مايلة من الأربع جهات وخرمناها من النص ننزل فيها لايتنج فيكستشر أو شيء زي بلت إن. هذا كيف قلت لك بنيناه، طب نوعين حجر دبش والنوع اللي هو هذا السراحي. هاي صورته من جوا بعد ما فكينا الخشب هيك طبعا، هاي التقاطعات الأربعة. وهون التقاطع الرئيسي هون في الوسط راح ضرب على الفولت الثاني أو الإيوان، فصار عندي جوا المطبخ زي سدة نحط أرفف خشب وخزين يعني نسويها. هاي التقاطعات اللي هون اللي هي قبل شوي كانت هون، شايفيتها هاي التقاطعات؟ يعني إذا الماوس مبين أنا عندي هذا السيرفس تحت الحيط، فمفروض من عند هاي الخشبة لهون هذا يكون كله باك فيلينج. فأنا كل هذا الفوليوم استغليته للسدة تخزين، وبنفس الوقت أنت عم بتخففي الديد لود على الفولت اللي عم يرمي على الوزن هون. فأنت ضربتي عصفورة بحجر، خففتي الديد لود على الفولت هذا لأنه اوريدي مبني، وبنفس الوقت استعملتي الفوليوم اللي هو هون. هاي صور أثناء الشغل والبناء. أورنمنتس كنت أحب أخذ من اللايبراري الموجودة في العالم الإسلامي اللي يعني كتير كبيرة، نأخذ توريق نأخذ ديتيلز، بعد ما نبني القطعة أقعد أنحت فيها وأفصلها أضيف لها ديتيلز. هون مثلا الأركيد الأقواس بتطلع مثلا، هون كنت أقدر أسكر المسافات بين الأقواس بجدار. حبيت أجرب أحط هيك سيجمنتال أرتش بيناتهم وأساوي نيتش أحط فيها ضوء ولايت إفكتس، يعني بصير الواحد يقدر يكون كرياتيف بالبروسيس تاع الكونستراكشن. هذا انترسكتد فولت تاني كبير، بس هون السبان تجرأت أكتر يعني وصلت لثمانية متر سبان. طبعاً أنت بتعرفي بالعمارة التقليدية كل ما كبرتي سبان الشغلة كل ما كانت أصعب كبناء ومحتاجة يعني جدران أكتر أو جرأة أكتر. في هذا شكل الفولت مثلاً هو مضوى بالليل أثناء الشغل. هون مثلا عشان اقلل السبان انا عندي هذا الجدار حطيت راوند كولومز حجر ونحت لهم تاج يطلع من الدائره لمربع وطيرت حجاره هيك كانها كوربلز طارت لها مثلا 12 سنتي اللي وراها 12 سنتي، فكسبت بهاي العمليه شيء متر طلعت برا الجدار.
عشان انزل الوزن هون، والثرست انه بينزل مايل ما عندي مشكله، بضل نازل بسمكه الجدار الخلف. هذا السبيس من جوا كيف مبين اللي شفتيه باول فيديو مبلط كان والله بلطوا. بدي اسالك عن البنت ديفز هنا شكلهم ايش هم؟ الزوايا المثلثيه. هذول بندنتيفز، هذول مش بندنتيفز، هذول كنت يعني هون احتجت اساوي ممر طلب يطلع الزلمه للسقف بالاخر، بده يقعد فوق هاي عندي كانت دروب اوف، فصغرت سماكه الجدار وسويت تريك بنيت هذول. يعني هون مثلا كنت ما كانوا يعني جايين ليفل واحد، ليتر اون نحتناهم على الموقع سويناهم احلى يعني اللي هم هذول، بس هم ستراكشرال اليمنت. هاي شكلها من فوق قبة، وسويتها هيك مضلعة عشان البندنتيف، وفي فولت كبير فوقها، والفولت هذا شوفي كيف بيجي، هذا السبرينج لاين اسمه اللي هو بداية التقوس، قاعد على جدار، والجدار عشان أنا ما أبني كل هذا وزن فتحته بأرج، وتحته أيضا هذا أرج، عم بنزل اللود زي ما قلت بالسلاسل اللي عم تحكيها. هذا كان يعني اكستنشن لمبنى قائم بالبطون، بس الهيكل هذا معمول بالحجر فقط. هاي الأعمدة والسبان كيف اللي سافته، هاي الكروس فولت الكبير هون مثلا بعد ما بلطنا شكل السبيس، الباترن الإسلامي كيف بتقسمي لباند، عندك سنترال الباتر، فطلع يعني لطيف شكله ك، وحتى الفيلينج فيه يعني اغلب اللي اجوا زاروه بيقولوا لي حسينا انه إشي قديم. يعني هذول كانوا طلاب الجامعه اجوا من الاهليه، عندي تقريبا طلاب تدربوا شهرين داوموا كل يوم بالورشه، كنا نداوم يعني ساعدوا في بناء الفولت اللي فوق وفي البلاط اللي تحت، وتعلموا نحت حجر ويعني التولز اللي زي هيك الأورنمنتس. هاي يعني انت الشكل ممكن يكون روما، ممكن يكون اسلامي، ممكن يكون لما تحطيه فرضا في المغرب الحرفيين هناك او اللوكال اركيتكتشر بتنعكس على الاشكال اللي بتطلع يعني في التفاصيل في الباترن، فهو بيكون كتير ريتش يعني، هون بتلاقي تفصيلة هون بتلاقي تفصيلة وين ما تروحي، والشادو دايما مع الشمس بيعطيك أشكال مختلفة يعني دايما تكون غنية وأحلى من ال... يعني مثلا هاي القطعة اللي على اليمين من تحت، هاي اللي في أول كروس بورت وريتك إياه نازل قلت لك بينزل منه الشاندلير بس مقلوبة وهي بتكون مايلة، هدول القطع كمان هيك كاليغرافي أو أورنمنتس كنت يعني أحطهم هون. عم بجرب مثلا هاي بيبيعوها بتتركب على صاروخ بيفتحوا فيها للمجلة بالعادة اللي عندهم في المطابخ، فكنت أجيبها أضربها 6 ضربات على سنتر فبتطلع لك باترن، يعني أنت عم تستغل التول الصناعية الجديدة، والباقي مثلا هون بالشيزل شو اسمه هذا، جربت اساوي مقرنص اخذته من السلطان حسن كبرته نتفه ورسمته هون 3D القطع، والمقرنص ما بيكون فيس بيكون كتله حجر قاعده لورا عشان يمسك وزنه ويبدا يطلع كانتيليفر. كانت هاي اول تجربه نحت لي، يعني انا حاولت اجيب حدا ينحتها من الصناعيه كان كتير صعب عليها، فاضطريت انه يعني اركيتكت بس ما بدك تسويها، تعلمت على الصواريخ وعلى التولز الصناعية عشان أقدر أنحت وأطلع منها هذا الشكل. هون مثلاً عندي عمود تاني سويته، سويت له البيس سويت له التاج، فأنا بجيب كتلة بالموقع بأصول إياها مثلاً ويجيبوها من المنشار، وإنتي بتشكلي فيها بترسمي البلان بترسمي الواجهة بالرصاص وبتقعدي تشتغلي بإيدك، فأغلبه هذا شغلي نحتي يعني إيدي. حتى الكاليغرافيز هون مثلا تعجبني خط معين ممكن اطبعه سكيل 1 تو 1 على اللي بدي اياه على فلوتر، واقص الاطراف الخارجيه اسويه زي شابلوني ركبها على الحجر اعلمها بالرصاص وبعدين انحتها.
هون مثلا هذا العمود اللي على اليمين وريتك اياه كيف ركبته، حتى هذول جبتهم كتله وسويته انا 12 ضلع. شغلات بتصير انت تساوي كاليغرافي، يعني بتصير تساوي اورنمنت زي ما بدك. يعني شوفي العمود هون كان كتله، بعدين بتقصي هون مثلا الزاويه تاعت القاعده من تحت، التاج من فوق، كيف بدك تحولي الدائره ل مثلا 12 ضلع لمربع، وكيف تطلع هيك. يعني بصير تاسك اغلبه يعني هندسي، كيف عم بتحل هدول مثلا الكيستون تاعون الكروس بولت، تلاقيهم مايلين من جوانب وكل وحده فيها هيك، هاي الفي ماخذه الشيب اللي هو للفولت اللي جاي من الاتجاهات الاربعه المختلفه، بيجي بتركب من هون. صخره بالموقع سويتها مغسله، يعني هو حفرت بعدين الدرين تاعها من تحت. هذول مثلا مزاريب مي كيف شكله من وراء وقدام. فهي بتصير يعني بتصير كل ما تمكنتي بالادوات وبتصير تقدري تجيبي من العماره الاسلاميه، لانه كثير ريتش فيها، كثير ديتيلز، شو ما سويتي منها ديتيلز تطلع حلوة. هون مثلا هذا الحل، أنا عندي جدار سميك حمل عليه السقف اللي جوا فولت، هاي في جرش. إذا بتشوفي في جرش الستاديوم اللي موجود في الآثار، بتلاقي عندهم لما عم ببنوا لك كانتيليفر للناس تقعد فوق، بتلاقي في التجويف هاي اللي بتفوتي منها عليها هيك آرتشز، بيطلع واحد فوق الثاني عشان يحملوا الكانتيليفر. فأنا أخذت منها هذا الحل. ليش؟ لأنه أنا كنت أسوي شباك لهذه الأوضة اللي هي تسوية تحت المسبح. فإذا سويت الليفل عندي خلص هون، إذا سويت الشباك هيك مع سماكة الجدار هيكون ارتفاعه تقريباً 50 أو 40 سنتي قليل. فبنيت سماكة الجدار لأنه 75 25 25 25 وطلعت فيه لفوق، فصار كتير يفوت ضوء من جوا وشكله حلو. فهو يعني الشغل الترديشنال بصير يخليكي اصلا تدوري على حلول للمشاكل اللي بتطلع معاكي او الامور اللي في الموقع. هاي بس كاليغرافي، انواع اقواس مختلفه. هذا القوس نفسه التريو شكله من جوا كيف، والضوء اللي فايت فيه ديتيلز اكسترا. صراحه يعني رائع جدا. انا مثلا هاي قطع المقرنص كيف بنرسم البلان من تحت والبلان من فوق، الواجهات البلان من تحت من فوق قبل ما تبلشي تنحتي عشان تطلع معك. هذول كلهم يعني صرت أحب أساوي النحت يعني بإيدي، لما بعد مثلا شهرين ثلاثة صرت أتشجع. صرت مثلا هاي حطيتها ببيتي، هاي أخذتها من حلب الباترن، أسوي لها كوبي وأنسخها عندي. هاي اللي تحت حطيتهم جنب بعض، هاي اللي تحت من مسجد الحاكم بأمر الله اللي هو الفاطم أخذتها هاي منه. هاي مثلا ديتيلز تاعت قطعة القوس سويتها زي ورقة العنب الكرمل اللي هي مأخوذة من الموصل لوكال أركيتكتشر، وما كنت أخاف يعني أساوي كومبينيشن وتضل حلوة الأشكال والمباني. هذول اكسترا ديتيلز. هاي مثلا انا مصور اوبننج زيك حلوه في تونس، رجعت قصيتها بالضبط، ترسميها اوتوكاد، بتساوي طبعه، بتقصيها على الحجر، فبتطلع معاكي الاون سبوت. هون مثلا شويه تايل باترن بسيط، هذول من السلطان حسن اغلب الباترن او من مصر، يعني انا بحب شغل هذا. بجوز كان فيديو في شغل تاني مثلا، هذا مسجد الحفاير اللي في مكة، اشتغلت مع أستاذي واحد الوكيل، هو لود بيرينج ستراكشر، ارتفاع القبة هاي 15 متر، الاسبان تقريبا 8 وربع من سنتر لسنتر اللي هو مع موديول الصلاة متر وربع، وفيه ميزانين وكذا. الاستراكشر كله خلينا أكبر الشاشة عشان نسكيب مش مهم. هاي هاي الريندرينج واشكاله قبل ما نبلش البناء، وبعدين
يعني هاي اشكال الارشز من جوا اللي بدها تحمل القباب، الدبل موديول، هذول القباب، هذا الجايد تاع القبه وكيف بنصفط البريك عليه، كيف شكل القبه وهي عم تطلع، سكيل طبعا كبير، هذا شكل المبنى المسجد من جوا بعد ما تشطب، مأذنته قريبه على مأذنه عمر بن الخطاب، ماخذين يعني من المأذنه القديمه الحقيقه. بس استاذن منك دقيقه بس بدي اروح اسوي شغله وهلا برجع. اوكي. سلام ضيفه. اياد انا انتبهت انك بدك تسال سؤال، ف اذا ضل عندك اسئله احكي لي عشان دكتورة موفا موجود؟ موجود موجود موجود. هذا هو اللي كان يحكي عنه الفجار، انه بيكون اشي وسط الخشب يس. وبلا نعم اوكي نعم يس. حاولت اتخيل بس ما قدرت. انا بعرف من زمان، هذول اشتغلت فيه كمان. راجل يعني هون بتكون نقطة ارتكاز وبصير نقطة الارتكاز، هذا كمان بيستخدموه لما بيعملوا الدرج الدائري الكيرف. هون بستخدم الفجار أو تقدر تستخدم الخيط. الخيط. آسف يا جماعة. لا أبدا. أوكي هلأ بدنا نشوف الطلاب اللي قلتي لي عليهم ما بيشاركوا ما بيحكوا، يعني بلكي حكوا هاي المرة عندهم أسئلة أثار فضولهم الحكي. أنا صراحة متحمسة أعرف إذا عندهم أسئلة. مين فيكم بحب يشارك؟ إياد، محمد، دانيا، مش بأسماء سحر؟ وأيضا حابب أسمع يعني رأي الدكتور موفق والدكتورة سلمى. والله إذا بتعتبروني طالب بحكي، أما إذا بتعتبروني عضو هيئة التدريس بستنى للأخير. لا سلامتك، شو الحكي هذا؟ تفضل. الله يعطيك ألف عافية. لين الله يعافيك. صدقا يعني محاضرة كثير رائعة وكثير استفدنا منها. يمكن أنا بعتبر حالي استفدت كثير، لأنه أنا هذا الشيء
اشتغلت بجزء بسيط يعني من بالنظام اللي انت حضرتك بتشتغله مش مهندس، بس انت على اشي متطور اكتر شوي. انا يعني حاولت بداية حياتي العملية بال2003 اني اشتغل بهاي المشاريع باستخدام الحجر الطبيعي، كنا ناخده من الارض وناخده بالشكل اللي هو فيه ونركبه. نعم. ما نعمل له لا اي تهذيب ولا اي تجديب، ناخده بالوضع الطبيعي حتى بالالوان الطبيعية اللي كنا نسميها لما نقصه يقولوا عنه حجر الكمخة، نطلع من الداخل الحجر الأصلي وبعدين أضلاك نكبهن، إلا أنه كنا نستخدم نفس الحجر الطبيعي بطريقتك، بس أنت حسيت أنه في عندك شوية عامل شوية تشذيب أو تهذيب للحجر بحيث أنه القصة النهائية تطلع ملسة. إحنا بنشتغلنا على أساس كان لا على وضعه الطبيعي، بحيث أنه إذا بتطلع على الحجر أو على المبنى من بعيد بتحسه وكأنه كتلة صخرية جزء من الأرض. هلا أنا شوف عنديك مش ملاحظات، مداخلات كثير عجبتني، ويعني كثير أنا بعيدها بمحاضراتي مع الطلاب حتى بنقاشاتنا مع الزملاء المعماريين سواء أصحاب المكاتب أو اللي بيشتغلوا بالميدان اللي هم المقاولين الأيدي العاملة. هلا مشكلتنا مع الأيدي العاملة إنه إحنا صرنا نستهزئ في هذه الأيدي العاملة. لما بيجي بقول لك أنا بتعامل لك بالنظام التقليدي بتقول له أنت أولد فاشن، بطلت تنفعنا، ما بزبطت، مش بحاجة لك. فلذلك صارت هاي الأيدي العاملة عندنا نختصر منها كتير وصارت تختفي وتنقرض. نعم. حتى بشغلات كتير بسيطة إنه الناس بتعرف مصطلح كلمة إنه نليس الجدار. نعم. تيجي بتحكي للمهندس نليس بيقول لك شو يعني تليس؟ إلا إنه لو بتقول له بدنا نكسر بيقول لك فهمت عليك. تقول له بدنا نعملها مصطلحات محلية، يعني مثلا بالعراق بسموه لبخ، بمصر بسموه محارة، يعني حتى احنا عندنا بنحكيها الياسة، حتى المصريين بيحكوا عنها الياسة. بتيجي تقول له بدي بير طبيعي مش صناعي، مش المصنع والخزانات المياه أو اللي احنا بنصب لها جدران اللي بنحفره بالصخر، بنقول بدنا نليسه عشان ما يصيرش فيه تهريب مياه، بنقول بدنا نليسه بالكسارة العربية. صح. اللي يقول لك دور على شخص بتعامل مع الكسارة العربية بالتثمينة يقول ما في، ما بطلنا، ما في حدا. فموضوع الأيدي العاملة فعلا احنا هذا الشيء نفتقر له. مواد البناء الطبيعية يعني وانت حضرتك تشرح على انه انا بستخدم من الأرض، قبل فترة كنا بنشتغل على بحث على موضوع القلاع الصليبية والقلاع الإسلامية. فهذا الشيء هو يعني هم مثبتينه في الكتب انه كانوا يستخدموا من المحيط الموقع نفسه، فلذلك هم كانوا يبنوا القلاع على المناطق العالية بحيث انهم يستخدموا كل الحجارة المحيطة في هذه الكتلة او هذه التلة، انه يكون المواد البناء من المنطقة ومن طبيعة المنطقة بتخفف عليهم تكلفة مادية مع وجود الموارد الطبيعية. وهذا الشيء اللي حضرتك لما حكيت انه عمر ب2000 سنة، هل انت بتحكي عن القلاع بنفس الطريقة؟ عمر قديش عمرها؟ وقائمة اللي انه بعض العوامل الطبيعية او العوامل المصطنعة هي اللي هدمت جزء منها وعم نرجع من عيد بناها وترميمها. كمان فكرة الجدران السميكة، يعني أنا عندنا بيت في منطقة اسمها عجلون أكيد بتعرفها. نعم. سماكة الجدار عندنا تقريبا متر، هلا لما بتموت عليه بالصيف بتحسه بارد وبالشتوية دافي. صحيح. لأنه هو بيخزن. بينما دكتور انت سوري على المقاطعه لانه انا مريت بشغله زي هيك، انت لو تجيب الكالكوليشن وتعطيهم مهندس الميكانيك يحسب لك اليو فاليو وقديش العزل بالجدار بتطلع لا تذكر، بس صحيح. في عوامل اخرى يعني بتطلع زي البلوك العادي كماتيريال والثيكنس، لانه الانجينيرينج الجديده اللي هي مثلا مبنيه على فنتليتد فساد وعلى صوف صخري عشان العزل مختلفه. صحيح. عن الفكره القديمه اللي هي الجدران بتكون بريثابل، تمتص رطوبة وتفقدها يوميا،
وفي فنتيليشن شبابيك علويه صغيره بتاخذ تيار الهواء، فانت دائما عندك فرق درجه الحراره الدلتا هاي يعني من 10 ل 15 درجه في كل فصل يعني. بالضبط سيركيليشن التهويه العلويه صحيح. يمكن كمان هو الجدران اللي المبنيه القديمه فيها بعض المواد الاضافيه فيها القش اللي بتساعد على حفظ درجات الحراره. لا القش بيستعمل مع اللبن والطين، بس الحجر بيستعملوا مع اللايم لايم ستون اللي هو لا لا كان الجدار مبني من الحجر والطين، فلذلك نعم. كانت سمكه الجدران توصل عندنا متر مظبوط، كانوا يعملوا الانفل مختلفة يعني مثلا في القدس الانفل رصاص مسكوب الجون. صحيح مظبوط. الطين في المدن او المناطق اللي هي يعني اقل ثروة وصرف، حجر في المناطق الاكثر يعني زي ما تحكي مثلا العمارة هون لما تكون عندك في حاضرة زي بغداد او دمشق او القاهرة بتشوف نفس المباني اللي بنوها المماليك مثلا على طريق قوافل الحج مختلف عن اللي موجود في العاصمة، بتلاقي المقرنص بتلاقي السوفيستيكيتد ديتيلز اللي عم تعطيه البيوتي وكذا، بينما بالمباني اللي هو مسجد بنى مثلا في طريق سفر في قرية صغيرة بيكون رف بعده يعني يدوب حاطين لك الاليمنتس الأساسية اللي في المبنى. ف الريتشنس بتاخدها من الاكسترا ديتيلز اللي بتحطها بال صحيح. بس كمان في جملة عجبتني حكيتها حضرتك وفعلا دائما نحن نحكيها للطلاب يعني احنا بنكررها كثير وهي كثير مهمة، له تأثير المكان على الشخصية. احيانا عندنا المكان يصقل شخصية الانسان، قديش مدى تأثير المباني المحيطة على العنصر البصري. صحيح. على الجماليات اللي بتأثر على قدرتنا على التفكير. في قصة مثلا، أنا سكنت في الدوحة في منطقة اسمها اللؤلؤ البير، نعم جزيرة آيلاند هيك جوا المي، وانت طالع منها في عمارة بسموها زيكزاك تاور. باقيين مبنى 40 طابق وجاي المبنى يعني هيك وهيك 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 كل 10 طوابق مايلة. فوأنا طالع على الشغل بتطلع هو يعني مسوي له تريك مبني ستيبل بالستراكشر، بس بتحسه انت يعني زكزاك مش منطقي الطوابق هاي، يعني في طوابق انت الزجاجك بالشقه مايل لتحت وعم بتشوف الشارع وفي طوابق للسماء. فالاحساس اللي بتاخده فيلينج وانت ماشي بالشارع انه انت بدك تتحدى قوانين الطبيعه، فبتصير تسوق صرت اسوق هيك زروقه بين السيارات يعني بيخليك بينعكس عليك، بينما لما تشوف إشي قيمته الجمالية أعلى حتى كسلوك وهي بتصير يعني ألطف. صحيح، فلذلك عن تأثير المكان على الشخصية وصقل الشخصية هذا كثير عندنا مهم. حتى أنا دائما بحكي للطلاب معظم معماريين بيطلعوا على أوروبا وبيطلعوا على دول الشرقية والغربية بتلاقي زام كاميرته ماشي عجبته شغله بصورها. نعم. هو بيحتفظ مع هيك بيجي على بلده بيحاول يقتزل شيء منها ويطبقه بالبلد اللي هو فيها. فهذا كثير مهم، الزيارات الميدانية والرحلات إلى الدول الأخرى بتأثر على شخصية الإنسان بالذات المعماري لأنه يكتسب الشيء الكثير منها. ويعطيك ألف عافية باشمهندس، فعلا مشاريع رائعة يعني بتستاهل أنه تنحضر مرة ومرتين وثلاث، ويعني دقة عالية متناهية يعني رجعتنا لألف سنة لورا. دكتور انت باشمهندس انت اي سنة تخرجت من الموصل؟ 98 او 97 ناسي 97. 98 انا رحت الموصل 86. كان اخوي يدرس بالموصل، فالمبنى اللي وريته انت انا شايفه عن واقع. اللي هو اذا بتروح من الحي الزهور للمجموعة في مر عليه. هو خريج جامعة الموصل، أخي اللي خريج جامعة الموصل، فأنا زرت الموصل بالـ 86. كويس. الله يعطيك ألف عافية باشمهندس. أهلين الله. وشكرا لك على المحاضرة القيمة. أهلا وسهلا. مهندس مرح. هذا صورة المهندس بالورشة هيك. هاي حضرتك؟ أنا.
كيف بدك تشتغلي وتطلعي هيك؟ بدك تكوني مغبره وايديكي بالصواريخ والازاميل يعني. تشعر حالك انك مهندس. لا لا، هم اللي كانوا يجوا مثلا يوردوا لنا مواد او كذا، يجوا يدوروا وين المهندس، او الجامعات مثلا كانوا يجوا زيارات يلاقوني مغبر مع العمال، ما يعرفوا وين المهندس، بدهم واحد بجرافه ومتكتك وابيضاني الشمس معها. انا بدي احكي بس دكتور سلمى اذا حابه تحكي شيء، وبعدين يعني عندي اكمل سؤال للدكتور، لو مهندس ماهر اذا تسمح لي، بس دكتور سلمى اذا عندها اي شيء بتحب تضيفه. يعطيك العافيه مهندس، شكرا كثير على محاضرتك، يعني بالنسبه لي كثير استمتعت لانه رجعتني لبدايات حياتي الهندسيه. انا اشتغلت بمديريه الاثار بحلب تقريبا 5 سنين بترميم المباني الاثريه، ففي رجعتني لأيام الورشة وأيام العمل الميداني. كنت بس حابة لما حضرتك، أول شيء بدي أتشكرك على كمان على الدقة وعلى البيت الرائع اللي أنت عملته اللي فيه روح العمارة القديمة والتقليدية، يعني صح عم تشتغل شيء حديث إنه هلأ بالوقت الحالي، بس كتير تفاصيل من العمارة التقليدية كانت واضحة وكتير حلوة بي 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 بالبيت. بس كنت حابة تركز حضرتك تشرح للطلاب كيف التمديدات الكهرباء، كيف عملتوا على إخفاء إنه الحجر، واجهات كل الحجر من جوا، كيف أخفيتوا أو كيف حليتوا مشكلة تمديدات الكهرباء وتمديدات التدفئة والتكييف بالبيت. كمان كان حابة أسأل حضرتك سؤال، إنه نسبة الإسمنت بالكحلة الموجودة ألو؟ نعم سامعك، تفضل. نسبة الإسمنت بالكحلة الموجودة بين الحجر قد ايه كانت؟ لأن احنا لما كنا نشتغل بترميم المباني الأثرية بحلب كنا كتير ننتبه على أنه تكون نسبة الإسمنت قليلة، لأنه في حال حدوث الزلزال مثل هذا الزلزال الآخر، الزلزال اللي كانوا فكروا لبعيد أنه في حال حدوث الزلزال، خصوصا حلب هي منطقة فيها إلى تاريخ في الزلازل، كنا بننتبه دائما أنه تكون نسبتها قليلة، لأن بتعرف مقاومة الإسمنت للزلزال أكبر من الحجر، فلما تيصير الزلزال رح يتهدم الشيء الأضعف بالجدار اللي هو الحجر، فمشان هيك كنا نقلل كتير نسبة الإسمنت حتى كان بنحطها شيء لا يستر. فحابة أعرف من حضرتك لما عملتوا البناء، بما أنه هو بناء حجري، أنه قدي كانت عملتوا نسبة الإسمنت جوات الحجر؟ أوكي، هلأ بالنسبة لتمديدات الكهرباء هي بتكون بلت ان اثناء البناء، يعني احنا مثلا اجينا بدنا ناسس، عم بحاول اطلع الصوره يعني زي هيك مثلا، هاي اللي على اليسار هاي تيوب كهرباء، احنا بنطلع الماسوره جوا الجدار وبنطلع فيها، يعني الكهربجي مش الفكره اللي هي بتاعت المباني البطون انه بس تخلصي الهيكل بيجي بيكسر بالبلوك وبيمدد، لا احنا اول باول مع كل متماكب نبنيه هو بيطلع معانا تمديداتنا يعني. فبتشوفي مثلا بدي اشوف جدران يعني زي هيك، هذا مثلا حيط، اذا هون مبينه ماسوره الكهرباء طالعه، فوين ما بنحتاج مثلا هاي لفيتها على الفولت ونزلت ضو من النص، فبدك تكوني دارسه التمديدات قبل ما تشتغلي وعارفه وين بدك تحطي الفيش، وين تحطي البريز، وين بدك تحطي الكبسه الكنترول، وطالعه فيها اول باول مع الـ الهيكل جوا الجدران. نفس الشيء بالنسبه للمي، ونفس الشيء بالنسبه تكرمي هذا الدرينج. هلا السؤال الثاني، الكحله الخارجيه ما فيها اسمنت نهائي، هي لايم، هي شيد جير مطفي، يا اما ديهايدريتد يعني مسبق المطفي مسبقا، ديهايدريتد لايم، وهون في مصنع من الاردن وفي شيء من السعوديه وفي شيء من مصر اللي متوفر في السوق المحلي. يعني الجدران نفسها لما عم بنحط فيها اسمنت عشان
اسمنتو رمل عشان يمسك، مش يمسك، عشان نقدر نبني الطابق المدماك اللي فوقه، بتكون تتجاوز 5% من سماكة الجدار أو من الفوليوم بتاع الجدار. يعني هون بس، فهم هدول السؤالين. يعني التمديدات تنعمل أول بأول بيلت إن مع الجدران، وال يعني زي هيك مثلا، هاي هون هذا عندي حيط أنا حاطط فيه ماسورة صرف مية مطر، بدها تطلع على السقف اللي فوق وتنزل يصير مزراب لتحت، وبمكان تاني مثلا حاطط كبلات الكهرباء بيكونوا طالعين بالجدار. بس مهندس، البيت اللي فرجتنا اياه بالبداية هو بيت حضرتك مو هيك؟ نعم. يعني أنا عندي فضول إنه الجيل الشباب اللي مثل حضرتك بهالوقت، يعني قديه نسبتهم المتحمسين يرجعوا ويبنوا يعيشوا ضمن هيك بيوت؟ هلأ أنا سويت صفحة على الفيسبوك عشان أجس النبض يعني، وصرت أنشر فيها مراحل البناء والتفاصيل اللي بتطلع، ديتيلز، كتب، لايبراري، whatever، كل الناس بتحبه يعني. يعني ما في حدا ما بيحبه، لك بذكرني ببيت جدودي كذا، كل الناس بتحبه. بس مين اللي مثلا استعمل هاي اللايبراري والماتيريال وحاول يساوي تجربة خلال هالثلاث أربع سنين الماضية؟ ولا حدا. عم بحكي على نطاق يعني مثلا المنطقة يعني. ليش؟ لأنه عوامل مختلفة. أنت بدك تكوني فايتر، بدك تتحملي الريسك، بدك تقنعي كلاينت، موضوع زي مستحيل يعني، مش سهل الموضوع. بس إذا بتخلصي مثلا، تيجي البلدية ما هاممها إنه سماكة هذا الجدار اللي أنت مسويته متر في متر عمود فيه بطون ولا لا، هيشوفوا المبنى واقف بيقولك أوكي تشطبيه وتقدر تحطي فيه حتى الفيرنتشر، فيه شوية كرافتس وحرف، هيطلع حلو، كل الناس هتحبه يعني. أنا أغلب اللي مهتمين أكثر من برا يعني، في الـ Traditional Architecture Journal نشرت معهم بيبر في مؤتمر السنة الماضية، وفي كمان في لوكسمبورغ عم بطلبوا إنه يعني يشتغلوا معهد لل البناء بالعمارة بالمواد الطبيعية، وفي كمان في نوتردام، في يونيفرسيتي في شيكاغو، بدهم واحد يعني يكون عنده البراكتس العملية، يدرس يعطي كورس أو يعني. أغلب اللي عم بتواصلوا هم ناس من برا الصراحة، مش من يعني. يعني أنا شاكر للمهندسة مرح اللي تواصلت معي يعني عشان هاي المحاضرة. بس إنه الناس متحمسة بتحبه، بس مين اللي بده يأخذ ويدق على صدره ويقول أنا بتحمل المسؤولية؟ ما في حدا. انت هلا مثلا انا عندي قبه او عندي فولت، ما في مهندس انشائي في كل الاردن يجي يقول لك والله هذا ابروفد، وانا عم ببني القوس وبنزل بوقف عليه. اولها العمال كانوا يخافوا وما يفكوا الشتر واتخانق معاهم وكذا، بعدين صار عندهم يوقفوا يتصور جنبه يعني. يعني ما شفت انا اشتغلت مباني يعني اطول وهيك، ما في عامل بعد ما يساوي شغلة بقعد يتصور سيلفي ويوم الجمعة بيجيب مرته وولاده وبراود ومبسوط بالشغل يعني. فالناس بتحبه أنا رأيي، بس مين اللي ممكن يعمله؟ ما هي يعني عم بحط اللايبراري ونستنى. يعني فينا نقول إنه بيت حضرتك هو البيت الوحيد الجديد بالعمارة بأسلوب العمارة التقليدية بعمان؟ في عمان؟ بس صرت مساوي ثلاث مشاريع يعني، في واحد منهم ما اكتمل. ما فيش تجارب يعني، في بعض المهندسين عندهم بعض التجارب، بس يعني ما حسيتها متكاملة يعني. لأنه أنت يا بدك تعتمدي على الصناعية وتعطيهم أوامر، والصناعية ما عندهم هاي الخبرة، فما حيطلع الشغل زي ما بدك، أو بدك تبني إيدك يعني. ما في حدا بقعد يشتغل بإيده يقص الحجر ويفلق ويقص الخشب ويساوي الفورم ويعطي انستركشن ويحول التيم. يعني انا حولت تيم عندي ناس طول حياتها تشتغل بالبطون، صاروا يشتغلوا باللود بيرنج اركيتكتشر.
يعني بيقدروا يبنوا، وكلهم عندي جزء منهم من الشمال السوري قالوا لي احنا مثلا عندنا في قرانا بنقدر نبني الجدران بالحجر لانه افيلبل حامله، بس بنيجي على الاسقف ما بنعرف نسقف فولت وهيك بنسقف بطون. يعني هاي حتى الفكره موجوده في العماره المحليه في الاردن، هون اغلب الكونسبت المنتشره انه انت عندك غرفه سبيس بيقسموا لها 3 باي وبيبنوا قوسين بالنص عشان يقصروا السبان وبيسقفوا خشب. اللي مبني بالحجر كعقود وفولتس بيكون مثلا مبنى عثماني او مبنى لناس اغنياء او كذا، بس العماره الشعبيه هون المحليه القديمه اللي هي قبل 100 سنه مثلا كلها بهذا الاسلوب، جدران حامله والاسقف خشب. فهو مش مهم يكون هو الوحيد ولا مش وحيد، المهم انه يعني نقدر نكمل نلاقي حدا يساعدنا في هالرساله. يعني لا بالعكس، يعني انا كنت بس عم بسال لاتفائل انه ترجع تنتعش هالعماره من اول وجديد بالجيل الجديد ان شاء الله. وشكرا كثير لحضرتك وشكرا لوقتك وشكرا لمعلوماتك، وبتشكر كمان مهندس مرح من خلالها تعرفنا على شغلك واجازاتك واعمالك. اهلا وسهلا، الشرف لي دكتوره. يعطيك العافيه مهندس. أهلا، أنا إياد زيادة، طالب بهندسة عمارة سنة رابعة في جامعة العقب للتكنولوجيا. أهلا وسهلا. بداية مهندس، في عندي بعض الأسئلة، بس قبل هيك بدي أتشكرك وأتشكرك لوقتك اللي تعطينا زي هيك محاضرة جدا ثرية، خلينا نحكي في موضوع العمارة المحلية. وبدي أتشكر المهندس المرح اللي أتاحت لنا الفرصة هاي، وصدقا فرصة جدا جميلة اللي نشوف مهندس. يعني احنا عاده لما نسمع مهندس معماري بربط بذهننا انه مهندس قاعد في المكتب وبيصمم وبيخطط وخلاص بالضبط، وبعطل العمال بعطل المقاول واستفله واشتغل. لا مش بس كلا، انت تخرج وانزل على سوق العمل، حاول تتفاعل مع الصنايعيه. الصنايعي هون بشوف المهندس هو واحد مش فهمان، ما بفهم شيء، وهذا لانه المهندس بيفهم بالشغلات النظريه والفورم وكذا، بس ما بيعرف كيف هاي الشغله بتتنفذ. فبتلاقيهم بتسكروا عليهم بالورشه، يعني بتنزل مهندسه او مهندس يعني معاه كم من سنه خبره على الورش، بتلاقي العمال كلهم بيسووا مضحكه، يعني لا عارف يمسك الشغله، لا عارف يطلع ليفل، لا عارف يستعمل مثلا ليزر، لا قادر. يعني انت كيف مثلا بدك تفتي فرضا، او كيف بدك تصمم سقف مستعار جيبسون بورد، اذا انت ما عارف كيف بينعمل الأسقف وكيف بتتثبت وشو سكك الحديد وشو نوع الجبسون بورد والجبس البلدي وكيف هذا بنصب وكيف تكنيك العمل تاعه، انت ما بتقدر تصممه. صحيح. اي بند من البنود لازم يعني تعرف الاساسيات تاعت هاي المهنه وتشوفها وتشوف الحرفيين اللي فيها وتحكي معاهم بتواضع وتمتص منهم اللي عندهم، وبعدين بدك تعطي راي فني او تعطي ديزاين يكون بيست على التولز والادوات والماتيريالز اللي موجوده وافيلبل والناس تشتغل فيه 100% مهندس. فبرضو انا لفتني انه حضرتك كمهندس يعني دخلت في النحو، وانا من النوع اللي صدقا حابة اشوف شوي في مجال الناحيه اني اجربه، بس لسه مش متاحه الفرصه لي. فانا انبهرت يعني انه انت حضرتك مهندس يعني في مجال العمل مش بس انه مشرف وبتدقق على المواضيع هاي، انه برضو انت اشتغلت في ايدك الناحيه وهو كثير. انت مشرف على مين؟ يعني انا هلا اعطيك خريطه بيتي هذا واعطيك فلوس واعطيك الديتيلز اقول لك روح ابني لي، مش حتقدر. مزبوط 100%. بتروح تجيب شركه مقاولات درجه اولى درجه ثانيه ثالثه بقول لك معلم احنا بنسوي لك نفس الشكل بالبطون. ايوه اللي بنسوي لك هيك بدك، اوكي بنسوي بطون، بنسوي لك اللي بدك اياه بالبطون، فما حتقدر تسوي هيك يعني. صحيح. فهي هاي اول شيء، هاي يعني نيتش بالسوق للي بده يتخصص ما حدا بيقدر ينافسك فيها. قلت لك يعني انا يعني عم بحط كل شغلي وبنشره من شان الله حدا يجي يسرق المعلومات. يعني حتى في ناس حكوا معي قلت لهم انا بسوي لكم كونسلتيشن فري يعني او ديزاين فري، بس تعالوا ابن بساعدكم يعني. ايوه مزبوط. فمهندس في عندي بعض أسئلة، حوالي 4 أسئلة بدي أسألها، كنت أسجلها بداية المحاضرة. خلينا نحكي في البداية إنه حكينا إنه كل
نوع من الأبنية، سواء الخرسانية سواء الحجرية سواء من الطوب المشوية وما إلى هنالك، كل واحدة لها عمر. هلأ عند نهاية عمر المبنى هل يصبح غير قابل، خلينا نحكي، للاستخدام؟ فهل يتطلب إنه هدمه وإقامة مبنى آخر، ولا يحتاج إنه إعادة ترميم؟ لا لا، ما فيش موضوع ترميم البطول. مثلا أنت عندك مبنى باركينج قديم، مثلا أنا شوف تجربة، مبنى باركينج كان في الرياض قديم وخلص صار عمره 45 سنة وصار قرب يصير فيه فيلير، فإجا المختبر الإنشائي بده يسوي له قمصان على كل الأعمدة، يحطوا حديد شبكة ثاني ويرجعوا يصبوا فوق الموجود، أو يحطوا له كيميكال يسووا له يطولوا بعمره. بس ليش عم بيطولوا بعمره؟ سنتين، ثلاثة، خمسة ايوه، يعني. وقديش تكلفة ال يعني عملية الشغل إعادة الترميم التقني هاي؟ اللي بدك تحطه عشان ترفع عمره كم من سنة؟ مش مجدي. فأنت صحيح ما صحيح، بتقدر يعني أنت 100% بعد 70 سنة المبنى اللي هلأ انبنى وخلص اليوم مش حتشوفه، 100% حيكون مهدوم يعني ككونكريت. ايوه تمام. هسا بالنسبة للجدران، انتبهت على كلامك مهندس، حكيت انه بيكون في جدار طبقة وطبقة تانية، وفي الوسط في اللي هي مادة الحشو، خلينا نحكي، أو المادة اللحم اللي السقوط بتمسكها. مكسرة يعني، لأنه أنت بدك الماتيريال كلها تضل صخر يعني. مزبوط. فهسه هو بيكون مش جدار بحجر بسماكة واحدة، بيكون عبارة عن جدارين، وبالوسط مادة اللي هي المادة اللي بتمسك أو لا، كسر الحجر. هو جدار واحد لأنه بده يكون في عندك تشريك أفقي وتشريك عمودي. يعني تمام أنت مثلا هذا جدار سماكته 75، أنا تمام مضطر في منطقة معينة على عرض الجدار يكون في عندي قطع بالعرض مبين منها من هون مثلا 20 سنتي من هون 20 سنتي، بس هي كتلة كاملة عم تاخذ سماكته للحيط، فهو حيط واحد. ولأنه الكتل اللي عم تبني فيها هي فاريبل، مش كلها مثلا سماكة 15 أو 20، أنت بتجيب صخرة بتطلع 30 تفوت لجوه، ايوه تجيب ايوه اثنين مرات بدقوا ببعض يعني 35 35. فوات ايفر حجم الجدار بتاعك والصخور المتوفرة بيطلع معك الجدار، فهو جدار واحد مش جدارين وبيناتهم طبقة. تمام. هسا بالنسبة للشغل بالحجر، زي ما تفضلت مهندس، كله بيعتمد على الأحمال وكيف نوزع الأحمال. نعم، فهل بالنسبة لكونه لما أنت اشتغلت الشهاض، إنه الأحمال هاي وكيف توزيعها، لأنه إذا ما كان عندك فكرة عن نظام الأحمال وكيف رح تتوزع، ما حتعرف تصمم صح، إلا إذا كان مهندس مدني زي ما بيحكوها قاعد جنبك وبيحكي لك صح وغلط. لا فهسا وما عندهم كمهندس، خبره، ما بيدرسوهم بالجامعه اللود بيرنج. في كتب حاطهم، في وريت المهندس مرح، في عندي جروب اسمه العماره الاسلاميه فيه شيء 130 كتاب، بتلاقي فيه كثير كتب عن الاستراكشرال لللود بيرنج اركيتكتشر، وفي رول اوف ثامب تستعملها. يعني مثلا لما يكون عندي الاسبان هالقد قديش سماكه الجدار، ايوه هاي قاعده يعني عامه للمشاريع الصغيره اللي هي غرفة 4 متر 5 متر 3 متر تقدر تستعملها، زي البيوت هاي اللي شفتها. ايوه لما ايوه عندك زي مثلا المشروع اللي شفته في المسجد في مكة في الحفاية، قبة عالية 15 متر وسبان كبير او اكبر من هيك، بتضطر تروح لسبيشالست ستراكشرال انجينير اللي هم ايوه مصر في واحد اثنين، وانا بتعامل مع ناس من تركيا بيسووا لي الاستراكشرال اناليسز على البروجرام وبيعطوك ابروفال عليه. يعني في، مش انه ما في. يعني مهندس الشغلات البسيطة، خلينا نحكي، أنت بتعملها أو نعم، بتشوفها، والشغلات الخبرة اللي شوي كومبلكس على مهندسين أخصائيين في المجال هذا. طيب، السؤال الأخير بالنسبة للكروس فاليت، أو خلينا نحكي العقود المتقاطعة، الفولت عفوا. هلا هي يعني أنا شفت تصاميم لك 3D و كذا، بس هسه لما اجي انا مثلا بدي اصممها، بدي احطها في مشروعي، فهل اقدر اظهرها بال2D بطريقه معينه، ولا فقط تظهر بال3D؟ انه هاي اليتها، واذا وايش الافضل انه تنشغل يعني ك3D دايركت ويتاخذ منها ال2D، ولا طبعا. ممكن تظهر في انه انت البلانات؟ مثلا انت فوت فرضا على موقع ارك نت تاع الاغا خان، دور على مشاريع بتلاقي المشروع البلان بسيط، فكر ولد صغير اللي راسمه، صحيح بتتفرج على 3 دي بيدوخ، فانت مظبوط. مش مستحيل تفهمه. يعني انا اشتغلت مع الجامعه الامريكيه، عندهم كان مشروع يرجعوا يبنوا مشاريع لحسن فتحي،
يبنوها 3D. سويت لهم واحد من المشاريع كسامبل، انه انت بنيته على الريفت، تقدر تصير تاخذ منه مقاطع قد ما بدك، تفهم العلاقات بين الاسقف من فوق. يعني قبل شوي كنت عم بشرح للمهندسه مرح ليش هذا القوس واطي وهذا القوس عالي، مقسوم ست اثنين، ديتيل زي هيك ما بتلاقيها مثلا على البلان. هاي بدك تشوفها على 3D، ومش على كل الواجهات بتبين، بدك تشوفها على واجهه معينه وديتيلز معينه، فبدك تكون بانيه موديل دقيق اللي هو عشان تنفذ عليه. ايوه يعني تفضل مهندس، اسف على المقاطعه. بس هي الفكره انه ك 3D ومنه اساس، يعني يتصمم 3D من البدايه. نعم. انت عندك مثلا، انا بدي اساوي غرفه فيها قبه، في العالم الاسلامي مثلا 1000 نوع قبه من الداخل، وفي فولت وفان فولت وكروس فولت، وفي كمان شيء 1000 نوع فولتس لهي القبه. هي على البلان كلياتها اربع اعمده، اربع مربعات، وهيدن لاين كيف شكلها، اذا هي صحيح. قبه ما يطلع لها حتى هيدن لاين. يعني هاي الصوره اللي كنت بدي اوريها للمهندسه مرح، هذا شفتي هاي القطعه اللي هي الصغيره السيجمنتال ارج، هذا اللي حامل الفولت والسبرينج لاين من هون. فلانه هذا الفولت بيبدا قبل ارتفاع هذا العالي، اضطرينا نساوي سبليت للارتش هذا اثنين، قطعه هيك وقطعه ثانيه. وفي نهايه يا مهندس، كونه انت لك باع طويل في السوق وكذا، ممكن السؤال شوي خارج عن اطار المحاضره بس للفائده، يعني هسه انا كطالب محتار ما بين الاوتوكاد والريفيت، فبضمن سوق العمل وانت اللي شايفه مهندس، بتنصحني انه اتعمق في الريفت ولا يعني انا الحمد لله يعني كويس او جيد جدا، خلينا نحكي في الممتاز. انت كمهندس معماري اذا بدك تشتغل اوتوكاد، في انا بشتغل على برنامج اسمه اوتوكاد اركيتكتشر، هذا موجود من زمان يعني من قبل 2000. اوتوكاد اركيتكتشر هو الكونسبت بتاعته ببني لك وولز ويندو دورز اوبننج فاميلي سلاب روف، بيسوي لك اكستراكت للاليفيشن، يعني هو النسخه البدائيه اللي اعتمد عليها الريفت عشان يطلع. اجت شركه اوتوديسك لانه لغه الاوتوكاد مبنيه على لغه برمجه قديمه، وصلوا لليفل معين ما عاد يقدر يطوروا اكثر من هيك، اسسوا نفس شركه الاوتوديسك اللي هم عندهم الاوتوكاد، اسسوا عائله الريفت اللي هي بيست على لغة برمجة جديدة، فبتلاقي مثلاً الشيد وزن الملف أخف، التعامل معه أسهل. سوق العمل هون بالأردن جديد هلا عم بفوتوا على الريفت، بس إذا أنت بدك تشتغل على مستوى انترناشنال برا كله بده ريفت وبين ويكون البروجكت يعني متكامل كل اختصاصات على الريفت. أنا هلا شغلي الحالي بشتغل أوتوكاد أركيتكتشر وبشتغل ريفت اثنين على حسب حجم المشروع او الستيج اللي فيه. ايوه كل الشكر لك مهندس وما قصرت، ويعطيك الف عافيه يا رب. اهلا وسهلا. طولنا عليك مهندس، ما بعرف اذا في طلاب عندهم اسئله، واذا تسمح لي وقتك اسال انا كمان سؤال. ليش ضل طلاب عندنا؟ انا شايف اختفوا صح، ما ضلش غيرك من حدا يعني. طب انا عندي سؤال بما انه ريكوردد، يعني انا كنت حابه اعرف الـ process of thinking اللي مشيت فيها كأركيتكت حتى طلعت في البيت. وأنا يعني أوكي ماشي، أنا عارفة في شغلات ممكن طلعت وهو خلال التنفيذ، بس كيف الـ process of thinking؟ لأنه دائماً ما بعرف، بحس يعني في نوع من الاستعجال، مثلاً بكون أنا مثلاً نحكي الجيل اللي هو عصر السرعة، تمام، فهو بدي يخلص من الإشي بأسرع وقت ممكن. فأتوقع زي هيك projects ما أتوقع أنها تتقاطع مع هاي الـ way of thinking بالديزاين، صح ولا لا؟ إذا فهمت سؤالي. إنه أنا يعني أنت بدك أول شيء تعرفي شو متطلباتك كأي تصميم، شو اللي بدك إياه كسبيسز، يعني بدك تحترمي التوبوغرافي وما تساوي أي شيء بغرض الاستعراض، يعني تكون متواضعة، تساوي كل شيء لحاجتك وبمحله. لما بدك تيجي تستعرضي، بتستعرضي بالديتيلز، بتستعرضي بالارتفاعات. يعني مثلا أنا عندي الغرفة هاي بتاعت القاعة ارتفاع القبة فيها 10 متر، يعني من عمارات الإسكان 3 طوابق وزيادة عليه، مزبوط ولا لا؟ صحيح. فهذا فيها غرفة
غرفة، يعني هون مثلا روحي على بيت أي واحد ثري ما عنده غرفة ارتفاع 10 متر، لأنه أصلا القانون بيمنعه. هو بيكون يعني حتى إذا البلدية بدها تقول لك ابني 10 متر الأوضة، حيقولوا لك إنه أنت راح عليك طابق الفيرست فلور والسكند فلور والثيرد فلور، صرتي مسموح لك تبني واحدة. فأنت بتقدري تستعرضي أو تبيني مثلا المهارات أو السكيلز أو حتى البيوتي بإليمنتس أخرى، مش تساوي إشي بدون داعي. أوكي. وأنا يعني كان في كم سؤال بس إياد سألهم، اللي هي كانت كيف الكونستركشن، كيف الأمور تمت. فطب أدي أخذ منك لحتى بلشت تنفيذ المشروع، من لما بلشت بالفكرة للتنفيذ؟ الفكرة يعني ما أخذت الفكرة بجوز 3 أشهر أو شيء زي هيك، وبلشنا تنفيذ الهيكل اللي شفتيه هذا كله اشتغلنا 9 أشهر يعني، بعدين انتقلت مشروع تاني مع الشباب. أوكي. دكتور يسعد مساك. أهلا. يعطيك العافية صدام أبو نواس. سنة ثالثة جامعة العقبة للتكنولوجيا. أهلا أبو عدي. دكتور الله يعطيك العافية. بدي أسأل هسه، لنفرض إنه إحنا بدنا نبني المبنى اللي هو بيتك ما شاء الله، الله يعطيك العافية ويقويك، يعني ما شاء الله شغل يعني هيك يثلج القلوب يعني من شدة جماله، وانت كمان شغلك في ايدك كمان، احنا خلانا هيك اعطانا هيك دفع للامام انه هذا يعني التراث ممكن نرجع نحيه. بس انا سؤالي، هل انه هذا ككورس اذا بدنا نقنع فيه الناس سهل انهم يدفعوا مثلا فيه؟ لانه انا حاس ما بعرف انا يعني، لاني انا بشتغل في ميدان العمل يعني، انا طالب وبشتغل في الواقع. نعم. بتخيل انه هذا مكلف ضعف ما انه احنا اذا بدنا نشتغله كونكريت في منه. هسا اذا بدك تيجي تحكي على الكوست، اول شيء انت بتقدرش تحكي على الكوست لانه ما عندك العماله اللي تقدر تبني لك، هذا اللي حكيناه بالاول. من خبرتي في دول اخرى لما بدك تقارن ابل تو ابل، يعني مثلا نفس المسجد هذا اللي شفته لو انعمل بالكونكريت بنفس الشكل والحجم وانعمل بالبريك، المبنى بالبريك وباللود بيرينج هو ارخص النص. لما عم نحكي كبير، هلا انت ما دام عندك خبره مثلا لما بدك تيجي تبني، كم بند بدك من البنود؟ بدك مليان تحفر، بدك تجيب مهندس انشائي يصمم حديد، صحيح، وبدك تجيب نجار بطون يحط لك الخشب او يبني بلوك عشان يساوي القواعد او يطوبر العمدان، وبدك يوم الصب تجيب بطون جاهز. نعم صحيح، وتسليح الحديد وعمال الصب. بدك تفك قالب الخشب بعد ما يعني 20 يوم 30 يوم، وبعدين بدك تجيب واحد يبني بلوك معلم بلوك، وبدك تجيب واحد يساوي كسارة، وبدك تجيب إذا عندك سقف مستعار واحد يساوي سقف مستعار. نعم صحيح. هذول كلهم الست أو سبع بنود هو البنا والمناوي اللي عم بيسوي. بعدين مثلا الأيدي العامل اللي عندنا إحنا غالي، عشان هيك بيطلع مكلف أكتر من بناء. أنا دكتورة تهيأ لي إنه أنت بس أكمل لك هذا تجميع هذا الشغل اغلى من البطون العادي اللي هو بطون. مش طبعا احنا عم نحكي على الناس الغلابه اللي هي عم بيقارنوه باسكان، يعني مثلا في فيلل عندي هون عم نسويها في دابوق، تكلفه المتر المربع بتطلع فوق ال 2500 دينار للمتر المربع. الناس العاديين ما بتخيلوا، بقول لك 250 يعني مش 10 اضعاف الرقم معقول. هو هيك بدك تشتغل انتيرير وتشتغل يعني اللي هي هاي اند فينيشينج، ف انت عم بتقارن في ارخص شيء في السوق واللي هو كتير سيء يعني. ولو في شيء يطلع بالسوق ارخص منه لهذا نظام البناء الحالي اللي هو تاع الاستنات، الناس هتروح عليه لانه التكلفه كتير مرتفعه مقارنه بدخل الناس. بالعماره القديمه ما كان في فكره مقاومه، كنت انت تيجي بدك تبني تجيب معلم البناء وتروح تجيب اخوتك وجيرانك وقرايبك تعطيني 20 عامل، يعني انا هلا مثلا اعطيني 20 عامل وانا اجي عندكم زيارات تبني لي البيت والحجاره من نفس الارض، شو حيكلفك؟ انت لا عم تشتري حديد ولا عم تشتري اسمنت مستورد ولا حديد جايبيته البواخر وصارف طاقه هون في شركه المناصير عشان يصنع معنا حديد،
ولا عم تشتري ولا شيء. انت الحجر هو اكثر شيء كلها جبال الاردن وكلها حجر، تكلفته صفر الحجر، تكلفه النقل عندنا الغاليه، تكلفه القص غاليه، بس نعم. كمواد اوليه احنا ما عم نصرف شيء. يعني انت لو فكر فيها تفرج على هذا الشيء، رخيص موجود لانه في عندنا مقالع، وتكلفه الحجر كحجر انت يعني انا هون لما خلصت الحفريه عندي في واحد جاري عم ببني على بعد 2 3 كيلو، عجبوني الصخور اللي عنده، اتفقت مع الشوفير الدمبر قلت له بدل ما تروح تكبه باخر الدنيا تعال كبه هون عندي بالارض ونقي لي اياهم بالجرافه قبل ما تجيبهم، بتعطيه على سياره 20 متر مكعب تعطيه 20 30 ليره بكيف. فاحنا تكلفه كام؟ صفر. احنا تكلفتنا بالايدي العامله، أيدي العاملة إذا بدك تسويها مقاولة ما حتوفي، حيطلع كتير غالي، وأصلاً ما فيش حدا عنده الحرفة. بس طب. لما تيجي تقول أنا يعني زي ما حكى حسن فتحي 10 زلم ببنوا 10 بيوت، بينما زلم واحد بقدرش يبني بيت. نعم صحيح. يجيب لك 10 بيشتغلوا لهم 4-5 أشهر طلعوا لك بيت، وبرجعوا ببنوا بيت الثاني والثالث. زمان هيك كان البناء هو تشارك، يعني إذا بتذكر أو بتسأل الكبار بالعمر عندك في المنطقة بقول لك ما كانش في مقاول، كنا نجيب معلم البناء وإحنا نطلع هم كانوا يحكوها عوني، يعني عوني الناس كلها مفيش عمال، بيجي واحد معلم والنقل والسقاية كلها من الجيران والقرايب وأهل البيت. يعني ما كانت فكرة المقاولة والربح والبزنس وقديش بدنا نسوي بروفيت وقديش بنوفر وقت، ما كان. هسا إذا هيك دكتور ممتاز، بس إحنا كطريقة بناء مثلا إحنا كطلاب عمارة أو مش بس يعني في جامعة العقبة للتكنولوجيا، في كل الجامعة بدرسوا هذا النظام أو الطراز كتاريخ، بنتفرج كيف القبو كيف الهاو، بس كطريقة تنفيذ يعني لو أنه في مثلا أنه نتعلم كيف طريقة تنفيذ، بتخيل أنه هذا القطاع المجال أنه راح يكون فيه له مستقبل، بس أنه إحنا بندرسه كتاريخ ما بندرسه كطريقة تنفيذ. أنا قبل فترة حكوا معي الجامعة الهاشمية حكوا لي تعال درس عطينا كورس للطلاب، قلت لهم بس بشرط تجيبوا حجار أو بريك، والدراسة تاعتي للكورس للطلاب كل كورس بنبني لنا غرفة قبة، بنسوي لنا مشروع كل ما يجوا دفعة بتبني غرفة 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 ونبنيها مع المبناش عمال مع نفس الطلاب، هيك بيطلع الطالب بنى بإيده وفاهم ومش خايف. يعني هلأ بتلاقي مختصين في العمارة الإسلامية ومعهم شهادات عليا ما بقدر يبني غرفة، ما بقدر يبني فولت، ما بقدر يبني دوم. يعني شوف أكبر مثال عندنا في الأردن أكثر أركيتكت مشهور هو راسم بدران، ما عنده ولا مشروع، ما بنى ولا قبة ولا غرفة باللود بيرينج. ليش؟ ما عنده هاي الخبرة، رغم أنه بقول أنا تلميذ حسن فتحي والطلاب اللي زيكم صغار وجداد بيشوفوه هو رمز العمارة الإسلامية، فبتفرجوا على مشاريعه بيشوفوا مثلاً تلتينج بالبلان، بيشوفوا مستعير شكل قبة وحاطه من برا، بيفكروا أنه هاي العمارة الإسلامية، هو بيأذي العمارة الإسلامية أكثر من الناس اللي بتشتغل مودرن. فأنت كلامك صحيح أنه لازم الواحد يبني بإيده عشان يتعلم، إذا ما بنى بإيده صح. والله يعني أنا دكتور بالآسف على المقاطعة، يعني مثلاً آلة القبو المتقاطع أو اللي أنت سويته أنا بتفرج عليه، أغلب الطلاب أغلب الناس بصير عندها إيرور، يعني أنا أوكي معجب فيه وحلو هاي طريقة هيك بتسوي وهيك، لكن في النهاية أنا بوقف لنقطة مرحلة أني أنا مش عارف هذا كيف انبنى، يعني شو اللي صار كيف، يعني ليش هيك صار. بس يعني أنت هاي بدك أول شيء يكون عندك نوليج، معرفة تاريخية ومعرفة بالتشريح للمباني القديمة كيف كانت العناصر تنبنى وتنسقف من أيام الرومان لهلأ. وبعدين لما تشوف مثلا زي الشغل اللي أنا عم بنشره، أنا بقول لك بالعصر الحديث كيف عم بننفذها، فعم بضوي لك سمعة أنك أنت تساوي الريسيرش تاعك وتحاول ما تخاف. يعني أنت عندك مثلا بدك تساوي غرفة 3.5 متر، ابني جدار متر متر وربع وابني عليه فولت ان شاء الله ببرل فولت، اي جرب سويها، عندك ارض عندك مزرعه جارتك جنبك سوي لك غرفه، لما تسويها بتتشجع.
وبتشوف اكيد والله احنا نفسنا والله ان على الاقل نسوي تدور كيف بدي اسوي لها النشيد، كيف بدي ازيد من جمالها، كيف بدي امدد الكهرباء. لما تفوت في المعترك التجربه بتطلع بكل شيء. صراحة والله أنت أثريتنا والله دكتور، يعني فعلا إحنا حسينا هيك بنقلة يعني نوعية في هذا ال... هاي بيحكوا شبابك يا مهندسة مرة. لا ما أنا يعني ولا حدا بتداخل ولا حدا بيحكي. لا ما يعني هو صراحة الموضوع مشجع يعني كان، وهم أولها كانت حكيت لك أول مرة كانت أول إكسبيرينس كانت المرة الماضية، فكانوا يعني شوي فلا صراحة، وأنت كمان حفزتهم إنهم يحكوا. صراحة أنت نقلتنا من تاريخ لطريقة بناء، فيعني صراحة يعني أنا بصراحة أول مرة بسمع كيف إنه أنت قاعد تبني في بيتك بالطريقة هذه وبتنحت وبتشتغل، يعني حتى رجعتنا لإنه أنت كيف أصلاً قاعد بتفكر بهاي الطريقة، يعني أنت حتى طريقة تفكيرك عجبتنا دكتور. شكراً. طب انا عندي سؤال، هلا مثلا لو عفرض كانت في صعوبه بنحكي من ريسورسز من اي شيء، انه مثلا زي لما طلبت من الجامعه الهاشميه، طب ما في زي حل ممكن يكون على سكيل مصغر نحكي او ب ولا لا اصغر سكيل، انك تبني غرفه مثلا 3 ب 3 تسويها بنص الجامعه موقف باص ولا يقعدوا الطلاب يتشمسوا تحتيها. ما فيش ابسط من هيك. بادجت مثلا انت كجامعه طلع لك 5000 ولا 10000 دينار تبني، ما هالمشكله، بس البيروقراطيه اللي بتواجه البروسيس التعليم، التعليم صار تجاري، في عندك بيروقراطيه مخيفه ما بقدر الواحد يتحرر منها، غير يعني لما يشتغل لحاله يكون هو سيد نفسه. انا كان قصدي مثلا زي ممكن اللي هي زي كيف الليجو، يعني ابسط لك اياها مثال زي كيف الليجو ممكن نطلع منه بيت، فهل ممكن زي ممكن 3D printed blocks يبلش الطلاب منها مثلا يعملوا structuring، مثلا نعمل موديول للبلوك مثلا اللي استعملته في الاقواس وعلى سكيل صغير، نحكي سكيل 1 ل 100 مش 1 ل 1 تمام، او 1 ل 50 let's say شوي اكبر، يبلش يعمل يعني زي كيف هو بركب الليجو، يصير يركب بهاي القطعه الحجريه فيها. هلا بعرف انه لا الوزن يعني ما في مقارنه بين الوزن اللي على الحقيقه والوزن هيك، بس هو بتعلم كتكنيك، فما بزبط زي هيك تقنيات. ليش ما بدك تخليه يحمل حجار او بريك عشان ما يتغبر يعني؟ لا بالعكس، انا بحكي لك اقول لك الدكتور عبد الواحد الوكيل راح على جامعه ميامي اعطى كورس وساوى نفس الشيء، طلاب اللي في جامعه ميامي قعدوا بنوا الفولتس والارتشز بايديهم وبنات وشباب ومبسوطين وكثير انبسطوا بالتجربه. يعني هي قصه جديده يعني الموضوع. لا يعني انت بدك تعلمي واحد سباحه، ما معقول تضلك تدرسي نظري، بدك تزتي بالمي. صحيح. تعلمي سياره مهما شرحتي له نظري وحضرتي يوتيوبات وحفظ كل تاريخ السواقه، اذا ما نزلتي بالشارع ما حيسوق. صحيح. الفكره يعني الكاب زمان، يعني زمان قبل 100 سنه مثلا ما كان في جامعات عماره، كان في مثلا يجي فرضا معماري سنان في تركيا بده يدرس عماره بيروح عنده بخلص مشروع، والثاني تحت ايديه 3-4 سنين بصير اركيتكت. صحيح. اذا هو ناجح صحيح بيعطيه استاذيه، زي المعابد مثلا في كيوتو في 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 اليابان عندهم التراديشن والحرف، بيجوا كل 30 سنه بيهدوا المبنى زي ما هو، لانه في عندهم ماستر بيلدر، الدوله بتضل تعطيه فند وبيكون بيعلم له على الاقل 10 تحت ايده في كل حرفه، لما يموت واحد منهم بياخذ المهنه وتضل الحرفه موجوده عشان يشغلوهم، بيرجعوا بيهدوا المبنى المعبد تاعهم بيرجعوا ببنوه عشان تضل الحرف، يعني هذا بسموه ليفينج تريجر. الفكره انه الواحد يعني هو صح اللي تحكيه، اكيد انا مش انه بديش انه طالب لا يمسك، حتى انا بالنسبه لي يعني هذا اللي تحكيه كله جديد علي، فهي الفكره انه بس ان الواحد يشتغل مع ريسورسز يعني بقدر المستطاع او بمتناول ايده، مثلا نحكي ممكن قله فند او قله مصادر تدعمه، فهو يحاول قدر الامكان يتعلم بابسط التولز او بابسط الاشياء اللي عنده ومره مره، عشان هو بس يحاول يطلع من اطار النظري. فممكن اول ستيج تكون هيك، بعدين تصير تطور فيها يعني تكون اشتري لهم ليجو اشتري لهم ليجو. هو بحكي 3D printed، يعني ممكن هلا المعاصر التكنولوجي يعني 3D printed. مو انت هلا بدك تعصبيني، لو جبت سيره ال 3D printing اصلا اعتذرت عن المحاضره والله، لانه هذا شيء اجينست، يعني انت بدل احنا ما عم بنروح لا شيء،
يرجعنا للمواد البسيطة اللي موجودة عندنا. يعني الأردن بيستورد 100% من حاجته من الحديد، 50% منها بيستوردها من أوروبا الشرقية قضبان جاهزة، و 50% بيستورد شو بيسموها حديد خردة وبصهره. بصهره هون بده طاقة للصهر، الطاقة بتاعت الصهر احنا بلد ما عندنا طاقة، بنستورد النفط والغاز وكذا، وبتساوي ثاني أكسيد كربون وما بعرف إيش. يعني أنت عندك طريقة تخففي فاتورة الاستيراد، وعندك طريقة ما تبني المدن مرة كل 50 سنة. يعني روحي على روما وروحي على لندن وروحي على باريس، بتلاقي بهدوا المبنى، بهدوا المباني كلها وبيطلعوا بعمارات جديدة، بتلاقي مبانيهم قديمة وحتضل موجودة وقديمة لأنها مبنية بالطريقة القديمة، وحاطين ريجوليشن وشروط وكذا ما حدش بيقدر يلعب فيه. بينما احنا كبلد فقير ومديون عم نيجي كل 50 سنة نبني كل المدن اللي في المملكة، عم نستهلك الريسورسز والطاقة والموارد والفلوس والأيدي العاملة، عم بنعيد بناء المدن تاعتنا مرة كل 50 سنة. فلما انت تيجي تقولي 3D printing بدك تجيبي روبوت، احنا هون ما بنعرف نصنع إبرة، بدك تستوردي كل التكنولوجيا وما عندك طاقة، وعشان ايش؟ عشان تساوي بيت مثلا مبني باسمنت او بطين، بتقولي والله هذا يعني مبنى صديق للبيئة، زي اللي بيساوي تجارب مثلا بكياس رمل مش عارف ايش، هاي كلها فزلكة. روح اتفرجي على غزة مثلا، هدموها بالحرب الماضية، واسرائيل منعت دخول الحديد والاسمنت، ما بنوها، ما صار اعادة اعمار، غير بعض مشاريع وافقت عليها اسرائيل عن طريق ماخذ رشاوي من قطر ولا مش عارف من وين، فوتت لهم نتفة حديد واسمنت. لو عندهم النوليدج لسه موجود وعندهم الطين يساوي منه البريك والحجر، قدروا يرجعوا يبنوا. يعني هي مش كوزماتيك، يعني انت لما عم بتقولي بيت بدي اسويه 3D printing او نبني بالعجال ولا بالهاي، يعني هاي الترند والتقليعات اللي طالعه، هاي يعني كماليات فانتازيا، مهندسين حابين ياخذوا الشو والترند ويجوا يساووا شغله زي هيك. بس احنا هون عم نحكي على إشي فعليا لما تيجي تحسبيها، هلا تقعدي مع حتى هدول الطلاب الجداد اللي مخهم لساته فريش، تقعدي تقولي لهم احنا ما عم نستورد شيء، وقفوا اشتغلوا بايديكم وعم بتطلعوا اركيتكتشر احلى 100 مره من البطون اللي شكله زي البوكسز وصديقه للبيئه. ويعني هلا انا متاكد لو اياد ولا عدي وصدام ولا بقول لك طيب يا عمي، طيب ليش مش عم تنتشر ما دام هيا الزلمة عم بحكي كلها مواد أولية ببلاش والأيدي العاملة؟ ما احنا قاعدين، يعني مثلا مخيم الزعتري، انت إجا عندك أيدي عاملة سورية مئات الألاف، وجنبك في منطقة المفرق هذا الخفان البركاني الأسود، أنا سويت تجربة في درعا مع صديق كبسناها بنسبة 1:20 نتفة إسبان، بتسوي له كراش لهاي الخفان الأسود اللي على وجه التربة، بتجمعيه تكسريه، وهو لأنه أصله بازلت كتير كسره 350 كان الكود بيقول لك لمواد البناء للجدران الحاملة 120 كيلو على السنتيمتر المربع، فهذا كتير قوي. ساوي وحدات بناء من التربة اللي موجودة جنبك كسارة، تجرشها ومعمل كبس مانيول، وخلي الأيدي العاملة هذا، قولي له أنت ابني البيت وعيش فيه، وقفي عليهم، انت بتبني مدينه كامله بدون كوست، والناس نفسيتها بخف الاجرام ومبسوطين بيكونوا قاعدين. بس ما في الموضوع استغلال الايدي العامله عندنا. هلا اي عامل بدك تجيبيه هون بعمان بدك توديه مواصلات وترجعيه وتطعميه وتعطيه 25 دينار، هذا اللي يعني ال 20 25 هذول اللي لسه على اولهم، لما يصير شوية معلم بده 30 و35، لما تحس بهذا الشغل بده أيدي عاملة، تطلع مش مكلفة، مش مجدية اقتصاديا، لما بدك تقارنيها كمان في شقة بطون ارتفاعها 3 متر وجدرانها بتكوني مشغلة تدفئة كل البيت، تطفيها 5 دقائق بتتجمد. فيعني أول شيء مقارنة مش عادلة، وما بعرف شو أحكي لك، يعني أنا طبعا مش متفائل. بس هو انا معك 100%، بس انت فهمت قصدي غلط. انا كان قصدي 3D printing لقطع صغيره زي الليجو، انه تكون مثلا سكيل محجر صغير، سكيل مصغر للحجر مثلا قياس 2 سم. طيب مو بيسووها بالماكت هذول، في يعني في ناس
بيجيبوا هيك بريكس صغيره وبيبنوا فيها فورم. هذا كان قصدي عنه انستغرام بيساوي شغلات حلوه زي انا هذا كان قصدي عنه انه طلاب انه اذا ما بنقدر نحكي لهم سكيل 1 تو 1 انه يتعلم على سكيل 1 تو 1 يتعلم على سكيل صغير، فهمت علي كيف؟ فيعمل المكت انه شاب ممكن نتاسف على الانفعال. لا عاد بالعكس، ما هو الشيء حكيته صح مزبوط يعني، بالعكس حلو يعني ضفت معلومه جديده. فانا شاكره لك، ما بعرف اذا حدا من الطلاب لسه عنده كمان اسئله قبل ما ننهي المحاضره. مهندس أنا ما عندي أسئلة، بس كثير حبيت كل شيء يعني، طريقة تعامل يعني مع الأقواس خصوصا الدرج، عن جد حبيت كل شيء، فشكرا. شكرا مهندس ماهر، بتشكرك جد، بتشكرك ياسمين، أخذنا من وقتك زيادة كمان يعني تقريبا. أهلا وسهلا جد، شكرا. وان شاء الله يعني بتمنى زي ما حكى دكتور موفق انه يكون لقاء تاني تيجي تشرفنا بالجامعه يعني، او انه يكون ممكن يعني يتطور شيء يكون له وركشوب يعني، عن جد بتمنى هذا الشيء. وانا بالنسبه لي عن جد يعني على ليفل يعني نحكي انه صح انا بدرس طلاب، بس انا بالنسبه لي هذا الشيء مش مطلع عليه يعني، كنت بالتفاصيل هاي، فجدا جدا استفدت من ناحيه كاركتكت ومن ناحيه شخصيه يعني. زي ما حكيت الضم، انت اعطتنا زي دافع قوي انه الواحد يتعلم، وهي انت اللايبرري حكيت لي عنها وان شاء الله رح اعملها. مش بس هيك مهندس المرح يعني، انت هلا خلينا نكون واقعيين، احنا سوق العمل عندنا في الاردن هلا للشباب اللي بيتخرجوا او الخريجين، اذا ما بدك تشتغلي زي حضرتك في القطاع الاكاديمي والتعليم، بدك تشتغلي في القطاع السوق. 90% من مبانينا بيوت وعمارات اسكان، 90% المشاريع الكبيره بيجيبوا اركيتكتس من برا من العالم، من يعني انترناشونال اركيتكتس. فالخبره تاع المهندس اللي عم يدرس مبادئ الديزاين وعم بيدرسوا فيه برينسيبلز وكرييتيف، حيجي يلاقي فعليا حرفيا التبرجي اللي مش متعلم اشطر منه برسم البلانات وحل الشقق هاي الصغيره يعني، وما بتقدر تطلع من الإطار هذا يعني. مثلا أنا أول ما أجيت على الأردن أكثر إشي صدمني أنه أنت بتفوتي يعني 99% من العمارات بتفوتي من بيت درج تطلعي نص شاحط بتلاقي أسانسير وبتتوزعي على الشقق، مش هيك الفيلل البيوت السكر عندنا؟ طيب هذا جربي رخصي زي هيك فيلا عمارة مثلا في لندن ولا في لبنان ولا في، مستحيل، لأنه بيت الدرج لازم يكون يعني معزول عشان الحريق، فلازم تفوتي أنت على لوبي وتلاقي بيت الدرج له باب مسكر لحاله، وتلاقي اللوبي تاع الأسانسيرات بحيث لما يصير حريق بيت الدرج ما يتأثر والناس تقدر تهرب. يعني اللي هلأ طلابنا عايشينه في كل شقة ساكنين فيها بفوتوا وبيطلعوا من هذا الدرج وشايفينه أنه هو الصح بعينهم، لما يجوا يصببوا بدهم بيساووا زيه لأنه مش شايفينه غلط. فهون نفس الشيء، أنت عندك في هذا المجال تاع العمارة الترديشنال أنت عندك مجال نيتش في الماركت ما حدا عنده خبرة فيها ومطلوبة، لو تقدر تساوي أنت إشي حلو 100 حدا حيجي عندك يطلب منك تسوي له بروجكت. وبنفس الوقت بالمقابل مش هالشغل اللي يعني كل المهندس اللي بيتخرج بيروح على مكتب بيساوي معاملة والتانية بيعرف الواجهات وشو بدهم كيف تنحسب جدول المساحات، كل الاكسبيرينس تاعت العمل الهندسي في المكاتب الهندسية بيقدر الواحد ياخده بثلاث اشهر بصير يرسم المعاملة على الاوتوكاد ولا الريفت وانتهينا، ما حيضيف إشي لإله، فهو حينصدم من ناحية الفلوس والعائد والراتب ومن ناحية الكرياتيفيتي ما في إشي يعمله. فهي فرصة إنه الواحد يلاقي إشي متميز ويتخصص فيه ويزيد معرفته فيه عشان سوق العمل متعطش لأي إشي سبيشل يعني. أكرمك مهندس، لأنه في الصيف الماضي اشتغلت في مكتب لدرجة أنه زي ما تفضلت تماماً على مستوى تصميم لواجهة أو تصميم تغيير في شكل بيت الدرج أو أنه حتى تزيحه على زاوية البناء أو إشي، بيجي بيحكي لك مهندس صاحب المكتب لا أنا ما بدي لا تصميم ولا شيء، لأنه تصمم لي وخلص. لما يجي بيع الشقة لما ما تكون تيبيكال زي الترديشنال، ليش؟ لأنه التغيير كثير صحيح. صعب تغيير يعني، ربنا أنزل أنبياء عشان يغيروا بالمجتمعات، مش سهل موضوع التغيير. صحيح صحيح. فأنت يعني وخصوصا
انك وبعد ما تيجي تشتغل هون بالاردن 5 6 سنين بدك تروح تسافر فرضا على الخليج ولا على دوله على امريكا وكذا، بتحس حالك ما بتعرف شيء لانه المنافسه كثير عاليه. انت هون المشاريع اللي عم تحتك فيها في السوق المحلي مشاريع كلام فاضي، كلها شويه مباني والشباك 4 مدانيك والعقد كله تجاري مهندس 13 مدماك، يعني هاي النولج اللي هو انت لازم تحكمها. وبعدين بتتفاجئ بتفوت مثلا على هاي اند فينيشينج زي المشاريع اللي هون، المكاتب المحليه ما بيقدروا يشتغلوها. يعني تفرج على اكبر مشاريع في عمان مثلا او عندكم في العقبه، الكونسلتنت والاركيتكتس وكذا كلها من برا. ليش؟ مش لانه يعني هم حابين يجيبوا من برا وبراندز، اوكي حابين، بس ايضا الاركيتكت المحلي يعني عقليته محصوره في النظره المحليه لسوق العمل، لانه هاي الخبرات اللي بيحتك فيها. صح. يعني بتلاقي هو بيعرف يصمم شقه 150 متر، بيجي واحد بيقول له انا بدي بيت قصر مساحته 2000 متر، بتلاقيه ضربها بسكيل، لساته بمخه بالمنتاليتي انه انا بدي افوت الاقي صالون ال شيب وحمام مشدوف، ما بيقدر يعني ما بيقدر يتخيل مثلا غرفة النوم الماستر لازم يكون تقدر الشغالة تفوت تنظف الحمام بدون ما تفوت على غرفة النوم عشان ما تصحي الزلمة وهو نايم. يعني في sophisticated details لها علاقة بنوع الحياة اللي الناس هدول بيعيشوا فيها، لأنه أنت ما تعرضت لهاي الخبرة ما بتكون مش موجودة عندك، تيجي تشتغلها برا بتحكوا عليك. صحيح. بتحس حالك ما بتعرف إشي يعني. وبنفس الوقت النولج اللي أخذته والمعرفة من الجامعة ومن مبادئ التصميم أنت ما عم تستعملها، فبالتالي ما عم تثقلها، ما عم تتطور، حتضل ضعيف. مظبوط مظبوط مهندس. صحيح. هلا هذا بندرج تحت بند التحفيز ولا يعني طفشت الطلاب؟ لا لا مهندس، أنا أوريدي أحبطت لما شفت الشغل. أوريدي أحبطت خلصت. بس لا هو صدقا لو في لو المكاتب بتهتم في المجال هذا كان بيطلع زي ما تفضلت، بيطلع مهندسين قادرين انه يمسكوا مشاريع ضخمه ومشاريع كبيره وبيطلعوها بخرجوها بشيء حلو من غير ما نستوردوا عقول من برا. بس كونه خلص يعني انا وصلت معي لمرحله صرت المشروع الاسكان كوبي بيست من مشروع قبل بس اني اعدل، فاشي كثير مؤلم واشي كثير مزعج لما تدرس تصميم وخمس سنين وكذا وبالاخير تيجي تشتغل شغلات بسيطة. فهاي هي وإن شاء الله تتحسن الأمور لقدام، واحد يسقل مهاراته زي ما تفضلت مهندس، يسقل مهاراته ويشوف إيش في جوانب بيحتاجها السوق ويحاول يطلع في شيء جديد. هاي هي الفكرة، يعني حتى مش شيء جديد يمكن نتعلم من خبرات قبل زي ما قلت يعني إحنا ويطور عليها بعدين صار في قطع بعدين صار في إشي جديد. فأتوقع على مع resources مع إشي مع الانفتاح الإنترنت ممكن يعني زي كيف حضرتك مهندس ماهر يعني أنت تعلمت من كتب تعلمت من resources قرأتها وبلس للخبرة اللي كنت اكتسبتها مع شغلك مع دكتور، فهذا كله أثر. بقولك يعني إذا أردت التجديد هلأ هو الترند إنه أنت بتدرسي لازم تساوي إشي جديد. حتى لما يجي زبون أنا بدي إشي مميز، بدي مدخل ما موجود في العالم، والأركيتكت بده يقول لك طب أنا وين بصمتي إذا نقلت إشي قديم، أنا بدي أجدد. أول مراحل التجديد أن تقتل القديم بحثا. انت كل معلوماتك فرضا عن تاريخك الاسلامي في العماره هو شويه قصص تاريخيه، مروان بن عبد الملك ابصر شو سوى وقصر صحراوي هون وستوري. فانت ما عندك اصلا النولج انك تقيم العماره الاسلاميه او تراثك لانك انت مش دارسها، انت هيك عم تاخذ فكره اطلاع يعني عن الموضوع وعم تاخذها بشكل يعني فولكلور. كيف مثلا انت هيك كانوا يساووا طقوس معينة بالزواج بالخطبة بالمأتم، انت هيك عم تاخد التراث تاعك انه هو هذا اشي التطور والحداثة هلأ هو كتير احسن وشغلنا القديم كان اي كلام. فنظرة الطالب انه مقارنة استهزاء، بس هو فعليا فيه يعني غير عن الدقة والعمل والمتانة والاستدامة فيه سيكريتس يعني بالنسب انت بتتفرج هلا طلعي لي مئذنه في كل الاردن حلوه ما في من المبني الجديد، البروبورشن ضاربه النسب ضاربه ما في، بينما امسكي اي مئذنه قديمه عمرها اكثر من 300 سنه مثلا 100% بتكون حلوه. مرات كنت اساوي تجارب امسك مثلا مئذنه قديمه وابنيها 3D واجرب اساوي فاريشن
يعني ارفعها مثلا شوي، اكبر قطرها نتفه، اساوي 30 40 فاريشن، الاقي انه هاي واصله للكمال، ما بتقدريش تضيفي يعني نقطه عليها تحسني منها. فموضوع انه انت تساوي الريسيرش وتساوي التاسك اللي عليك زي ما تفضلتي قبل ما تقولي انا بدي اساوي اجدد، شو بدك تجدد؟ احنا يعني الحضاره الرومانيه بنعرف نبنيها اللي هي من 2000 3000 سنه. انا بالنسبه لي اذا انت كنت تحكي حافز او احباط فانا اعطاني حافز، بس يعني بعرف انه بده كتير جهد الواحد حتى يقدر تماتش. يعني انا بالنسبه لي عن جد حابه اتعلم حتى انا استفيد وافيد غيري بالموضوع بقدر الامكان الواحد يحكي. فأنا بالنسبة لي كان جداً إشي يعني معطيني دافع كتير قوي، إن شاء الله يا رب إنه عن جد إنه هيك الله يعطيني هيك نحكي الصبر والقوة إنه عن جد إن شاء الله. أنا سندين يعني شاب من سكان العقبة أركيتكت اسمه خليل عواودة أتصور، إجا قاعد عندي داوم هون شهر شهرين، قال لي أنا بدي أتعلم منك تطور، إجا ضل قاعد شهر شهرين يتعلم ويشتغل ويرسم وعطيه تاسكس كأنه متدرب وهو متخرج. حلو. يعني اللي بيحب يتعلم ويستفيد يعني يستفيد من شغله ياخدها بشكل جدي بيلاقي الطرق ويلاقي وسائل، خصوصا العصر الجديد اللي هلا بتاع الكوميونيكيشن الانترنت. يعني انت هلا بتقدري تساوي اي شيء، تطلعي الفيديوز والصور والريسيرش والكتب، فهي بدها همه وبدها واحد يضوي لك زي هيك اللمبه ونقول لك هذا في طريق من هون مختلف عن الطريق اللي الناس الثانيه ماشي فيه. صحيح صحيح. ممكن دكتور مداخله؟ نعم تلقي. حتى دكتور انا كمان برضو كمان زميلي مهندس، حياك الله. انا برضو كمان مثل زميل يعني اشتغلت في مكاتب هندسيه. هسه لو بدي احاول ابدع، وفي شباب كمان عندنا هنا كمان مبدعين وبطلعوا إشي يعني بيطلع منهم إشي كتير معماري حلو، بس شو مشكلتنا؟ بنصطدم في احكام التنظيم في القوانين البلديه. هسه انا مش عارف انت كيف قدرت مثلا تتجاوز هاي الامور وتشتغل. انت بتقول بدك تضطر انك تروح بدك تكون فايتر، بدك يعني انا مرخص مبنى بطون قاتل. بدك تحارب، مرخص مبنى بطون وبدي اسوي ايه؟ وبعدين بدهم يجوا بدهم يخالفوني بدهم كذا، اوكي شو بدي اسوي؟ اذا يعني اذا احنا لسه حتى كمان يعني للناس اللي بتصيغ القانون، احنا كمعماريين لازم نعاود نرجع نسوي ورشات عمل وشغلات، انه احنا عم بدنا نعاود نحيي البناء مثلا الاسلامي او البناء بالطرق المحاولات لازم تكون. يا أستاذ هاي ما لازم تكون جهود فردية، أنا اللي عم بسوي جهد فردي، هاي لازم تكون محتوى من الدولة. لما يكون في احتضان من الدولة ومؤسساتها والجامعات والقطاع ممكن بلش تحكي مع البلديات وكذا، بس أنت إذا ما عندك مشروع وعندك فيجن وراسمه بتضل هاي المحاولات الفردية يعني حتى تحت بند الفانتازيا إذا بدك تدرجها زي اللي بيساوي بيوت هرمية ممكن، بس هي يعني اوريجينال اكثر وبيست على تراديشن وعلى تكنيك ونوليدج بس. فلازم يعني الحكي سهل بس ارض الواقع لما تصطدم فيها مختلفه. مظبوط، احنا لان اصطدمنا انا بيت الدرجه اللي في النص هذا مستحيل اقدر اغير فيه شيء حاليا يعني في الوقت هذا غلط. روح على اي هلا اطلع اشتغل مثلا بالخليج صمم لهم زي هيك، مرفوض البلديه ما بتوافق لك عليه لانه ما بيعتبر يعني درج هروب. درج الهروب له شروط، يكون له باب ومسكر وفاير ريتد الباب ساعتين ثلاثه، اذا صار في حريق يضل مفتوح وفي فنتليتد شافت للفنتليشن وسكشن فان فيعني انت لما تطلع وتشوف مثلا راسم بدران هو ابو العماره الاسلاميه وتشوف بيت الدرج هو اللي مظبوط وتشوف تجارب بشعة كلها حواليك، ما مش بسهوله تفتح عينك وتشوف شيء اجمل وشيء له بعد اكثر حتى ثقافي بالموضوع. صدقا والله يعني استمتعنا في هالامسيه المعماريه مهندس، وانا بالنسبه لي بشكرك كل الشكر يعني صراحه يعني اثريتنا والله. اهلا وسهلا. ما عندكم بنات بالجامعه كلها شباب؟ هو بالعاده لا والله البنات اكثر، بس هي بالسحر اللي دخلت الموضوع. خلص يلا كويس، بس المهم حرصي انك تسجليها فيديو وتبعتي لي اياها من شو. اكيد احنا من الريكورد عندكم صفحه يعني
تضل ريفرنس على اليوتيوب لطيفة، بيجي واحد اسمع الكلام تدويره. صراحة الحضرة ممتعة جدا مفيدة جد، بتشكرك مرة ثانية مهندس، ويعني بتمنى عن جد تكون هذا مش آخر لقاء لنا، ويتجدد اللقاء مرة ثانية بأي شكل من أشكال، سواء كان ووركشوب أو تيجي لعنا أو يكون أي إيفنت ممكن نلتقي فيه مع حضرتك. وشكرا كثير لك، يعطيك العافية ويعطيك العافية. شكرا دكتور سلمان، شكرا دكتور مصطفى، وشكرا الطلاب، يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك. شكرا كثير، أهلين. أتحرك أنا فيه إذا بتحب أحسن؟ إذا بتقدر تسكريها وتساوي سيف للريكورد وكذا. بعمل شير، ببعث لك إياه اللينك إن شاء الله، ون درايف أو. يعطيك العافية وبمنونك على الفرصة. أنا بالعكس، أنا شاكر لك، شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا.